في حد بيقول انه ما عندوش صوت. مين؟ لا انا الصوت ده كده ما خدتش بالي من الاسم. المهم يعني، فلو انت عندك الكاميرا كويسه جدا والريكوردينج سيستم كويس جدا وجراح ما بتعرفش تصور، هيطلع الصور برضو وحش. طيب انت برضو انت بتشتري لازم تبقى عارف انت وانت بتشتري بتشتري ايه، لانك انت ممكن يكون لسه ما عندكش ميكروسكوب اصلا، فالمفروض انت بتشتري ميكروسكوب. وبرضو اللي هو زي ما فاهمين، مش معنى ان انا بتكلم في ان انا بشتري ميكروسكوب يبقى قصدي ان انا معايا فلوس راح اشتري ميكروسكوب. لا، انت ممكن تبقى شغال في مستشفى سواء جامعه او مستشفى خاصه، وتم توكيل ليك مهمه انك تتعاقد مع شركه عشان تشتري ميكروسكوب. فلو هم لو انت راجل بتفهم يعني في التفاصيل، هتبقى دكتور مفيد جدا في التعاقد مع الشركه ديت، زي انك انت تبقى فاهم التفاصيل، عكس لو دكتور مش اورينتد باللي احنا هنتكلم بيه. فكل اللي هيقعد فيه مع الشركه بيتكلم في فلوس الميكروسكوب ب 4 مليون، انا جبت لكم 3 مليون ونص يا رجاله، يقولوا عليه راجل شاطر جدا وعمل لنا شغل حلو، مع ان انت ممكن تكون 500 الف اللي نزلوا في الميكروسكوب دول اتضحك عليك فيه. ماشي. فاحنا دلوقتي هنشرح التفاصيل. قبل بقى ما اشرح التفاصيل، هعمل حته يعني عكسيه شويه، هقول لك في السلايد اللي جايه الخلاصه، وبعد كده هرجع تاني باك. الخلاصه في ايه؟ الصوره اللي قدامكم دي واضحه؟ الميكروسكوبين اللي قدامكم دول واضحين؟ واضحين. واضحين. الميكروسكوب اللي موجود على الشمال ده، ده تبع شركه زايكم، والميكروسكوب اللي على اليمين تحت ده تبع شركه زايكم. وبين دول فيهم الاثنين دول، فيهم الكاميرا وفيهم الريكوردينج سيستم. ما تحتاجش ان انت تشتري كاميرا ولا تحتاج انك تشتري ريكوردينج سيستم، لان الميكروسكوبين دول فيهم كاميرات والريكوردينج سيستم بتاعهم بيلت ان فيهم. انت لو دلوقتي قاعد على مكتب بتتناقش مع الشركه لو المستشفى اللي انت شغال فيها قالت لك المسؤوليه دي اعملها، ولو انت اصلا اوريدي عندك مستشفى وبتشتريها وبتشتري الحاجات دي على حسابك انت، لو مش عارف مواصفات الجهازين دول انت ممكن تشتري الاقل منهم علشان ارخص منهم تقول ان انا كسبت. لا، انت لازم تبقى فاهم مواصفات الجهازين دول كويس جدا، عشان بعد ما هنخلص البرزنتيشن انا هرجع للسلايد دي تاني وهشرح مواصفات الجهازين دول كويس جدا بعد ما هنخلص البرزنتيشن. بس هي اللقطه دي في الاول كده تبقى فاهم الجهازين دول، تحطهم كده قدام عينك كده، وبعد كده تبدا ايه هنشوف بعد كده التفاصيل بعد كده تبقى. طيب انا ما عنديش نيه ان انا اشتري، ولا موكل ليا ان انا اشتري اصلا ميكروسكوبات جديده، وفي نفس ذات الوقت المكان اللي انا فيه فيه كاميرا ما فيهوش كاميرا، ما عنديش الكاميرا اللي موجوده سواء هي وحشه او اللي هي ما فيهوش كاميرا اصلا خالص. فانا اوريدي عاوز اتحرك، عاوز ابدا اشوف انا هسجل، عاوز اتحرك في التسجيل. فانا هبدا بحاجات رخيصه يعني ابليكابل ان انت تشتريها وتحطها على الميكروسكوب بتاعك اللي انت شغال فيه في المكان اللي نفسك فيه، من غير ما تضطر ان انت تدفع فلوس كتير، وفي نفس الوقت تاخد كواليتي. انا في وجهه نظري الكواليتي دي توازي كاميرات الاتش دي وبقوه كمان. السلايز دي بتوريك الجهاز اللي احنا المفروض نشتريه او الادابتر اللي المفروض ان انت تشتريه، وتشوف شكله هو محطوط له ماونت على الميكروسكوب، واضح الصوره دي الادابتر محطوط على الميكروسكوب ازاي، واضح في الصوره دي الادابتر محطوط على الميكروسكوب ازاي، والادابتر ظهره اهو باين بظهره هنا شكله عامل ازاي. الادابتر ده بيجي من شركه زيوماكس، لو انت ماسك ورقه وقلم اكتب الاسامي ديت علشان تبقى انت اورينتد انا بعمل ايه خطوه. زيوماكس دي اللي هي زد يو اي اكس، شركه زيوماكس دي ليها وكيل في مصر. الوكيل دوت انت ممكن تطلب منه ان هو يجيب لك الادابتر ده. الادابتر ده بيركب على بيم سبليتر زي ما انت شايف، ده ميكروسكوب لوميرا اي عادي خالص. البيم سبليتر راكب فيه ناحيه راكب عليها الكاميرا اللي هي اوريدي كانت موجوده في الميكروسكوب، وانا هنا رحت جايب الادابتر ومركبه الناحيه الثانيه، هحط عليه التليفون زي ما انت شايف كده. هنا ده تليفون جالاكسي ولا اسمه ايه ده، هواوي باين، وهنا تليفون ايفون عادي، اي تليفون تركبه. هو ممكن الشركه دي تجيب لك الادابتر بتاع الكفر بتاع تليفون بيبقى انيفرسال، تركبه على اي تليفون. وممكن وانت بتشتري الادابتر ده من الشركه تقول له ان انا التليفون بتاعي ايفون اكس مثلا او ايفون 7 او ايفون 8، يخليه يجيب لك الكفر بتاع التليفون نفسه ده، عشان مجرد ان انت تحط التليفون على طول على الكفر بتاعه تركبه على الادابتر على طول. اليونيفرسال بتحتاج بقى ان انت تظبطه على كل تليفون. لو انت نفس التليفون او انت محدد هو تليفون واحد وانت بتتصل بشركه زومكس، هو اوتوماتيك هيبعت لك الكفر اليونيفرسال
اللي هو بيركب على اي تليفون اللي هو بيقعد بقى سكرو هنا وتقعد تفتح وتقفل. لا انت تبقى فاهم ان هو عنده كفرات لكل تليفون، فانت تقول له ان انا عاوز مثلا مع التعاقد بتاعي وانا بشتري ده هتقول له انا عاوز الكفر بتاع الاكس مع الكفر بتاع السيفن مع الكفر بتاع الايت وتفتح التليفون اللي معاك. الجهاز ده ثمنه $1,600، الجهاز ده ثمنه $1,600. لو حسبتها تكلفة وايز، الجهاز ده تصوير وتسجيل. يعني ايه تصوير وتسجيل؟ ان الحتة دي مهمة جدا، انت لو سمعت كلمة $1,500 هتتخض صح؟ لا، انت متخيل الجهاز ده تصوير وعرض وتسجيل. يعني ايه عرض؟ يعني الجهاز ده فيه شاشة هو اللي هي بتاعت الموبايل، فعرض لك العملية، فجهاز عرض وفي نفس الوقت تسجيل وفي نفس الوقت الكاميرا. ده انت ممكن تفكه بايه؟ تفكه بالكاميرا. هو الماوس باينه بالنسبه لكم وانا شغال ولا مش ماوس باينه؟ باين. اه باين. طيب الكاميرا دي ده جهاز تسجيل صح؟ لا، الكاميرا دي جهاز عرض، قصدي تصوير. السلك ده بيروح لجهاز تسجيل. طب انا عاوز اشوف ان الكاميرا دي بتصوره ايه؟ بحط شاشه، جهاز عرض صح؟ فانت لما بتشتري كاميرا زي دي انت ما بتشتريهاش بس، انت بتشتري الكاميرا دي وبتشتري جهاز عرض اللي هو تلفزيون وبتشتري جهاز تسجيل، بتشتري التلات اجهزه علشان تقدر تصور وتسجل. متخيل؟ التليفون ده بالادابتر ده فيهم التلاته. الادابتر ده بياخد الكاميرا بتاعت التليفون فيبقى جهاز تصوير، والشاشه بتاعت التليفون بتبقى جهاز عرض، والتليفون نفسه بيبقى جهاز تسجيل لان العمليه بتتسجل فين؟ التليفون نفسه. فانت اوتوماتيك مجرد انك معاك تليفون بقى معاك التلات اجهزه، والادابتر ده تركبه على الميكروسكوب خلاص انت خدت العمليه بتاعتك وانت مروح. الميزه الثانيه في الموضوع ده وفي الادابتر اللي انا في وجهه نظري توتالي ريكومندد لي، ان هو بيسجل حسب الكواليتي بتاعت الكاميرا بتاع الموبايل بتاعك. يعني انت الموبايل بتاعك لو 4K هيسجل لك 4K، الموبايل بتاعك 8K هيصور لك 8K، الموبايل بتاعك اي ابجريد. والميزه الثانيه ان النهارده انت في 2019 اشتريت التليفون ده، 2018 2020 اشتريت تليفون ثاني، هتلاقي كل ما بتشتري تليفون كل ما بيحصل لك ابجريد. بص يا جدعان انا عملت ميوت لكله علشان بس الدوشه اللي موجوده ديت، بس اي حد هيحتاج يسال اي حاجه كل اللي عليه بس ان هو يعمل رايز هاند وانا هفتح له المايك يسال في اي وقت. يعني انتربت المحاضره في الوقت اللي انتم عاوزينه بس عشان الصوت ما حصلوش ديستربنس، بس كل اللي عليه انه يعمل رايز هاند وانا هفتح له المايك يسال على طول. فالادابتر دوت او التليفون دوت ميزته ايه؟ ان انت النهارده لما كان معاك تليفون، انا انتوا لو واخدين بالكم ده التليفون كان ايفون 7، انا دلوقتي معايا ايفون برو، فخلاص انا اقدر ان انا ابجريد التسجيل بتاعي كل ما بشتري تليفون جديد. اوريكم بس ايه المميزات بتاعته بقى كبستيريو سيجمنت والمميزات بتاعته كانتيريو سيجمنت. لو انت بتشتريه كبستيريو سيجمنت ده الفيديو بتاع البستيريو سيجمنت، انا في وجهه نظري ان الفيديو دوت يعتبر اكسبتد بنسبه 60%، مش هقول لك بنسبه 100%، معقول. يعني انت لو بتسجل معقول بنسبه 60% الفيديو والكواليتي بتاعته بنسبه كبيره، بس انا مش هو ده طموحاتي. بس انت لو اتفرجت عليه في الانتيريو سيجمنت هتلاقيه خرافي، خرافي بمعنى الكلمه. لو اتصور عليه في الانتيريو سيجمنت هتلاقيه خرافي، انت شايف المنظر شكله عامل ازاي، الكواليتي بتاعت التسجيل شكلها عامله ازاي. طبعا دي عمليه ده بتاعت الدكتوره رشا هي اللي عاملاها في المعهد، وكان الميكروسكوب اللوميرا عادي خالص واحنا مركبين التليفون ومتسجل العمليه دي بهواوي بي 30، البي 30 ولا بي 10 باين حاجه كده، موبايلش كان معانا من سنتين، يعني مش حاجه بعيده. طيب التكلفه دي غاليه عليا شويه، الادابتر اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو ب 1500 ولا 1700 دولار ما اعرفش بكام، والموبايل اللي في جيبي وهركبه على المكسوب. ومعلومه ثانيه ان الادابتور ده ما بيركبش الا على زايس، ما ينفعش يبقى عندك لايكا وتشتريه عشان ما تتلخبطش، ما ينفعش يبقى عندك لايكا وتشتريه عشان ما تتلخبطش، تمام؟ هو بيركب على زايس.
وكان في احد زمايلنا احمد عطيه كان عامل البلينك ده سيرجيكال مايكروسكوب فوتوغرافر بلينك، بس دوت بيركب على الاي بيس بتاعه السايد تيوب، وده برضو بيركب على اي ميكروسكوب في اي سايد بو اي سايد اسيستنت اي بيس، والكواليتي بتاعه التصوير بتاعته معقوله مش وحشه، بس برضو انا بالنسبه لي كان تير سيجمنت وبستير سيجمنت 50% ممكن يديك كواليتي بتاع التصوير 50%. اللي انت شايفه هنا في الانتيريو سيجمنت في الادابتر اللي انا قلت لك عليه زوميكس ده، انا في وجهه نظري احسن من اي كاميرا 4K. فانت لو انت قاعد هنا في المحاضره وبالراحه انتيريو سيجمنت، في وجهه نظري انت يكفيك الادابتر دوت مش اكتر من كده. بس بعد ما قبل ما نمشي من النقطه دي، يا ريت نفهم حته ان الكاميرا بتصور والشاشه بتعرض والتليفون بيسجل. كاميرا التليفون بتصور، الشاشه بتاعت التليفون بتعرض، التليفون نفسه بيسجل. فانت بتشتري ادابتور فيه ثلاث حاجات بيتعملوا فيه. لو انت عندك كاميرا بتركب على الميكروسكوب، دي الكاميرا بتصور بس، انت محتاج حاجه تسجل التصوير اللي خارج من الكاميرا دي، ومحتاج حاجه تعرض التصوير اللي خارج من الكاميرا دي. انت بتروح تشتري تلفزيون علشان تشوف الكاميرا دي مصوره ايه، وبتروح تشتري ريكوردنج سيستم، وده اللي هنشرحه دلوقتي في العمليات الجايه. فانت لو رحت اشتريت الادابتور ده ما تفتكرش انه رخيص، انه غالي قصدي، انا في وجهه نظري هو رخيص بالنسبه للارقام اللي انت هتسمعها بعد كده. وانتوا سامعيني كده؟ مريم انا صوتك سامعينك. طيب انا هسيب مفتوحه كده عشان ترد انت عليا، ولا بتقولي لي لو في حاجه. هسيب طب انا هسالك سؤال. اسالي. انت قلت ان الكاميرا اللي هي زوميكس دي ممكن تسجل باي كواليتي للتليفون، يعني لو هو في 4K او كده، هو في بروجرام بينزل على الموبايل عشان يبقى يعني ده خاص؟ تفتحي الكاميرا الفيديو ريكوردنج عادي بتاعك، فيديو واختار السبيكس. ما هو كل تليفون ليه كواليتي التسجيل بتاعته. ايوه. طيب عندي سؤال تاني، هي سهل بقى تركيبها وفكها يعني، ولا هي تركب كده بسكرو؟ عارفه اللي بتاع الزرقاء دي؟ دي اللي جنبها حاجه سودة هناك، دي بتفلفيها كده وتشيليها عادي خالص، تروحي بيها وتقوم جاي وحاطيها الكفر مكانه خالص. ده بورتابل سكور جدا. ماشي اوكي. ليه شكرا. نرجع بقى، لو احنا بقى خلاص عندنا ميكروسكوب ومش هنشتري الادابتر ده، والطلب مننا ان احنا نشتري كاميرا، سواء انت اللي هتشتريها او برضو الطلب منك تقعد وتتناقش مع شركه، والطلب منك ان انت تشتري كاميرا للميكروسكوب اللي موجود عندكم في المستشفى، واتيفر بقى نوع الميكروسكوب ايه، لان احنا هنا كده مالناش دعوه بقى بالميكروسكوب نوع ايه. اللي فات قلت لك الميكروسكوب لازم يبقى زايس عشان تشتري الزوماكس ده، اما هنا لا خلاص، انت عندك ميكروسكوب، انت مش هتشتري ميكروسكوب جديد، انت عندك ميكروسكوب، مطلوب منك ان انت تشتري كاميرا. لو انت مش عارف انواع الكاميرات يبقى احنا كده هنزعل من بعض، هتبدا بقى ايه، تبقى قاعد كده مع الشركه وانت بتتناقش معاها مش عارف انت بتتكلم في ايه. لا الكاميرا اهي، انا في وجهه نظري في انواع كتير من الكاميرات، في سوني، في باناسونيك، في كذا نوع، بس انا في وجهه نظري ان الايكي جامي دي اتس بيست سيرجيكال كاميرا تسجيل فور ايفر. وجهه نظر. طيب انا عارف ان في كاميرا اسمها ايكي جامي، وزي ما انتم شايفين كلهم ايه، اتش دي اهي واتش دي اهي واتش دي اهي. فانت لو جيت قعدت مع شركه وقلت لها انا عايز اشتري كاميرا، هتقول لك انا عندي كاميرا اتش دي، هتقول لها خلاص انا عاوز كاميرا اتش دي. فلما تعرف ان هي اتش دي هننبسط جدا، فتقوم جاي شاريها. ولا انت عارف بقى ان في اتش دي 210 وفي اتش دي 310 وفي اتش دي 750. لو انت مش عارف ان في ثلاث انواع من الكاميرات بثلاثه سبيسيفيكيشن وكل واحده فيهم بتعمل حاجه مختلفه عن الثانيه، يبقى انت كده مش هتبقى قادر توصل للاحلى اختيار. طيب ايه الفرق بين الثلاث كاميرات دي 1 سي سي ودي 3 سي سي ودي 4K؟ ال1 سي سي وال3 سي سي وال4 كي بتطلع لك كل واحده فيهم سيجنالز مختلفه جدا وكواليتي من التصوير مختلفه جدا. يبقى انا كده فاهم الكاميرات دي وانا بشتريها، هشتري كاميرا 1 سي سي ولا هشتري كاميرا 3 سي سي ولا هشتري كاميرا 4K؟ لما انا جيت اتكلمت معاك وقلت لك الكاميرا دي كاميرا بتصور، انا محتاج ايه؟ محتاج علشان اصور اسجل، فباخد السيجنال بتاعت التصوير اللي خارجه من الكاميرا احطها على جهاز تسجيل عشان اسجل القصه دي. طب انا مش شايف الكاميرا دي مصوره ايه، فبحط حاجه اسمها ايه، جهاز عرض. الجهاز العرض ده اللي هو التلفزيون، فلازم جهاز العرض دوت
يعرض لي، لازم جهاز العرض ده يعرض لي التسجيل اللي موجود اللي خارج، التصوير اللي خارج من الكاميرا، وفي نفس الوقت انا عندي جهاز تسجيل. المشكله الوحيده اللي موجوده عندك في القصه دي كلها انك لازم تبقى فاهم وانت بتشتري الكاميرات دي انك ما ينفعش تاخد منها سيجنال على التسجيل على طول، انت ممكن تاخد منها سيجنال على العرض على طول. الحته دي لازم نبقى فاهمينها ان في فرق بين ان انا بصور واخد التصوير ده اعرضه على شاشه، او ان انا بصور من الكاميرا ده واخد التصوير ده اسجله. التسجيل حاجه والعرض حاجه. انت ممكن تشتري الكاميرا دي وتجيب كيبل اتش دي خارج منها تحطه في التلفزيون، فالتلفزيون ده بقى جهاز ايه؟ عرض. الجهاز العرض ده هيعرض لك اللي الكاميرا طلعه لك وزي الفل. طب انت عاوز تسجل؟ لا، عشان تسجل هتاخد وصله من الكاميرا ديت تحطها على جهاز تسجيل، فجهاز التسجيل دوت لازم تبقى فاهم ان هو مختلف من جهاز لجهاز، ولازم تبقى فاهم انت شاري كاميرا نوعها ايه علشان هتشتري جهاز تسجيل اكوردنج للكاميرا اللي انت شاريها. فلازم نبقى فاهمين ان انا لو اشتريت كاميرا وعاوز اعمل ريكوردنج للتصوير اللي خارج من الكاميرا لازم ابقى عندي حاجه اسمها ادابتور. لازم ابقى فاهم ان في حاجه اسمها ادابتور، حاجه بين الكاميرا وبين الريكوردنج سيستم، والادابتورز دي بشتريها على حسب الكاميرا اللي انا اشتريتها. يعني انا لو شاري كاميرا 1 سي سي لازم ابقى عارف ان الادابتور اللي موجود دوت بتاع الكاميرا ال1 سي سي. لو انا شاري كاميرا 3 سي سي اتش دي 3 سي سي لازم ابقى شاري الادابتور بتاع الكاميرا 3 سي سي. لو شاري 4 كي لازم ابقى شاري الادابتور بتاع الكاميرا 4 كي. تمام. ايه الادابتورز دي بقى؟ هم دول الادابتورز اللي انت ممكن تفكر تشتريهم. لو انت الكاميرا بتاعتك مش اتش دي اصلا، هي اوديو فيديو عادي، وانا مش هتكلم فيها لان المفروض اصلا ان احنا مش قاعدين بنتناقش هنا، وعندنا ناس لسه بتشتغل في كاميرا اوديو فيديو، خلاص الموضوع ده المفروض يكون انتهى. انت لو عندك كاميرا بقى اتش دي عاديه اللي هي 1 سي سي ممكن تحط الادابتور ده اسمه ليجاتو اتش دي، وده بيسجل برده اتش دي 1 سي سي وبيسجل اتش دي 3 سي سي. في بلاك ماجيك ديزاين، بلاك ماجيك ديزاين ده او الشكل ديزاين شايفه قدامك ده، ده بيسجل كاردو اتش دي 3 سي سي. لو انت شاري بقى الاتش دي 4 كي هتشتري دي اللي هي بلاك ماجيك مالتي فيور 4 كي. الصوره دي بقى احفظوها كده قدامكم او سجلوها او صوروها. انت لو حاطط في التليفون في الموبايل بتاعك الكاميرا دي اللي هي 1 سي سي دي ممكن تشتري الاتش دي دوت الاسود ده اللي اسمه بلاك ماجيك اللي اسمه ليجاتو اتش دي. لو انت اشتريت 3 سي سي دي لازم تشتري حاجه من دول، دي او دي او السودا تنفع. لو انت شاري ال 4 كي ما ينفعش معاك غير دي. ايه فكره الادابترز دي اصلا عشان تبقى فاهم برضو؟ السيجنالز اللي خارجه من الكاميرا كل ما بقت عاليه قوي كل ما محتاجه ادابتر علشان يقلل السيجنالز ديت وتقدر تاخدها وتسجلها عندك على جهاز التسجيل اللي موجود. لان ال 4 كي او ال اتش دي 3 سي سي السيجنالز اللي بتخرج دي سيجنال عاليه جدا، فانت لو خدتها على جهاز تسجيل هتتسجل من غير الادابترز دي هتتسجل فريمات متقطعه ومش هتعرف تسجل كويس لان هي هتبقى مش قادره تستقبل الفريمز الكتيره اللي بتجي لها. فالادابترز دي دورها ان هي تكمبرس الفريمز وتقدر ان انت تسجل كويس، فلازم تبقى عارف كواليتي بتاعه الفريمز اللي خارجه ايه عشان تشتري لها الادابترز المناسبه دي. طيب انا اشتريت الكاميرا بتاعتي واشتريت الادابترز ديت، عاوز بقى ريكورد. ما هو الادابترز دي هيخرج منها بقى كيبلز يروح للريكوردنج، سواء بقى انت عندك اوديو فيديو هتحطها على دي في دي، الدي في دي ما بيسجلش غير اوديو فيديو ما بيسجلش اتش دي خالص، او تاخدها وتحطها على الكمبيوتر. ايوه يا احمد. ايوه يا باشا، معلش ممكن ترجع لي بس في الفيديو دهيت عشان الكونكشن بتاعتي قطعت دقيقه كده. فاللي هي بتاعت البلاك ماجيك دهيت فيها حاجات يعني بلوجز انا مش متاكد اذا كانت يعني بتشتغل ازاي، مش عارف بتشتغل ازاي لو انت عارف يعني. انت بتتكلم على دي؟ ايوه دي واللي على اليمين ولا دي؟ هم اللي عندنا يعني اللي عندي دي اللي هي على الشمال دي فيها حاجات انا يعني مبعوت معاها سلوك انا مش عارفها. طيب بص اقول لك على حاجه ومش عارف ممكن استفيد منها. احسن حاجه تعملها ان اي كاميرا شايف اي كاميرا جاي معاها ايه؟ دي الادابترز. انت عارف طبعا الادابتر اللي هي الكنترول بانل بتاع الكاميرا، الكنترول بانل بتاع اي كاميرات الاتش دي دي هتلاقي خارج منها من ورا كده اس دي اي، حاجه اسمها اس دي اي. الاس دي اي دي
وصل الكاميرا بالادابترز دي عن طريق اس دي اي مش عن طريق اتش دي. انا بقى لما عملت كده الدنيا فرقت كتير. يعني ايه؟ يعني انت لما هتوصل الكاميرا اللي انت اشتريتها بالادابترز دي وصلها الاس دي اي دي اختار ايه؟ الاس دي اي دي ايه بالظبط؟ دي كيبل اس دي اي بتشتريه. تمام خلاص. احنا كنا بنوصلها بالاتش دي ام اي، فالاتش دي ام اي بيعمل انترابشن وساعات بيبقى فيه مشكله في الكيبل نفسه بتاع الاتش دي ام اي، بيبقاش كويس فبيديكش السيجنال كويس، او ساعات اصلا ما يلقطش السيجنال اساسا. بس مفيش كيبل اس دي اي مش كويس، فانت بتشتري كيبل اس دي اي وهتوصله وتدخله على الاس دي اي ان هنا وانت واخده من الكاميرا دي اي اوت. اوكي. طب ولا على اليمين ده ايه؟ على اليمين دي لو انت عندك 4K بيبقى فيها 4 اس دي ار. تركبهم الاربعه كلهم؟ تركبهم الاربعه كلهم، لان الكاميرا دي اللي هي دي 4K بيبقى ليها 4 اس دي اي من ورا اوت. أي يعني 4 اوت و4 ان هنا يخرجوا من هنا يطلع ايه؟ يخرجوا من هنا اتش دي ام اي. اتش دي ام اي مش يو اس بي؟ لا 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 اتش دي ام اي اوت عادي. طب وبعدين هنسجله ازاي؟ هتسجله بقى على جهاز تسجيل اهو. يعني عاوز جهاز كمبيوتر بقى اي حاجه. استنى بس استنى، انا عاوز اوصله على كمبيوتر. ايوه ما انت هتوصله على الكمبيوتر وتفتح الاتش دي ام اي. ما ينفعش يوصل على الكمبيوتر. نعم تفتح برامج التسجيل بتاعه الكمبيوتر واشهرها اللي هو البلاك ماجيك ريكوردينج. ايوه بس انا مش انا مش بوصل يعني الان اللي في الكمبيوتر مش بيبقى اتش دي ام اي، بيبقى حاجه تانية. ايوه ما هو انت دلوقتي على حسب الكمبيوتر يو اس بي، يعني بيبقى يو اس بي. ما هو طب هي ناحيه اتش دي ام اي والناحيه الثانيه حاجه ثانيه. ده ايوه ما هو بيدخل اس دي اي، بيدخل اس دي اي ويطلع اتش دي ام اي، يدخل اي ام اي اتش دي ام اي. اسمعني بس، بيخرج اتش دي ام اي وبتاخد الاتش دي ام اي ده ان على الكمبيوتر بتاعك. لو هو لو انت جايب الادابتور بتاع الان ده، لو انت مش جايب بتشتري دوت علشان ده بيبقى فيه ستاندرد بورد اللي هو الكونكتنج الان جوه الكمبيوتر. بالفاير واير يعني بالضبط. نعم انت اديني بس دقيقتين هقول لك تحلها ازاي عشان الحته دي معقده. خلاص خليك معايا بس ما تقفلش، بس خليك معايا ما تقفلش عشان هي الناس هتوه في الحته دي ولازم انا توه خالص. ايوه ما انت لازم معلش انا اسف انا اسف. ركزي بس فيا في الحته دي بس شويه، لانك انت وانت بتشتري التصوير ممكن ننزل للليفل بتاعي. ما احنا هننزل كل حاجه دلوقتي، كل حاجه هتتعرض. بس هي اللي هو الكابل لونه احمر ولونه اصفر. لا ده انت خالص ما تجيش على نفسك كده. لا 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 خالص، انت تنسي ده خالص. بتتكلم في ايه؟ ابتدي من اول كده، يعني اعمل حساب ده الليفل اللي بتتكلم معاه. ايوه الكابل الاحمر والاصفر دي مصلحاهم هي عند كهربائي عشان تبقى فاهم بس. لا لا بص انا ما بتكلمش في الكابل الاصفر والاحمر ده، لان الكابل الاصفر والاحمر دوت ده معناها ان الكاميرا اللي انت حاططها ده عفى عليه الزمن بقى خلاص نسيناه. انا نسيت اصلا ما اعرفش وضعه عامل ازاي، بس الكابل الاصفر والاحمر، الكابل الاصفر والاحمر ده معناها ان الكاميرا اللي انت شغال عليها كاميرا اوديو فيديو فما بتطلعش سيجنال اي دي. فدي اصلا من الاخر تاخد الاوت بتاع الكاميرا تحطه على دي في دي على طول وتسجل على اسطوانه وتاخد الاسطوانه وتروح. فده قصه منتهيه ما فيش فيها صعوبه، وتروح بالاسطوانه بقى البيت تعيش حياتك دي. مش هو ده اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي، احنا بنتكلم في واحد اشترى كاميرا اتش دي والكاميرا الاتش دي ديت هو عاوز يسجل فيها، هي دي المعادله اللي موجوده حاليا. الموضوع بيبقى سهل جدا في شراء الكاميرا وصعب جدا في التسجيل. فانت ممكن تشتري الكاميرا بس تواجه صعوبه في التسجيل والموضوع شويه معقد. بس انت لو انت كدكتور قاعد رايق دلوقتي واحنا معظمنا فاضيين يعني وفهمت الموضوع وتفاصيله، هتيجي في الاخر حتى لو انت عندك الحاجه دي هتعرف تشغلها. انت ممكن تكون عندك اصلا انت مش عارف تشغلها، او لو انت عاوز تشتريها تبقى عارف انت بتشتري ايه. ففكره ان انت بتشتري الكاميرا تبقى عارف ان الكاميرا دي مطلعه سيجنال عامله زي معظم الناس اللي هي هتابجريد او الناس اللي هي حابه تحسن الكواليتي هتشتري الكاميرا دي. انا مش هتكلم في الفور كي وتفاصيلها خلاص، علشان الفور كي دي اصلا انا ضمنت ريكومند ان اي حد يشتريها
ولو حد فكر انها شريها تبقى غاليه جدا. فسيبنا من الفوركي لان هي معقده في التوصيلات بتاعتها، معقده جدا جدا. الفكره احنا هي الفوركي دي وصلت له. نعم. وده وصلت له الحمد لله بعد ما اشترينا ثلاثه منهم. ايوه معقده جدا، هي معقده التوصيلات بتاعتها معقده جدا. بس انت ممكن بعد ما بتشتريها، مش يعني خلينا بس نوصل للحته دي، خلص الكاميرا دي وبعد كده هنتكلم في التفاصيل الثانيه. انا هخلص الكاميرا دي اللي هو انا اشتريت. وانا عندي سؤال، هي ال 4K دي بيطلع التسجيل بتاعها الحجم بتاعه كبير جدا؟ لان يعني عندنا في الدمرداش بتطلع 300 جيجا في يعني مش معقول. خلينا بس دلوقتي نخلص بس وهقول لك. الكاميرا دي طيب، الحته دي عشان الحته ديت هي اللي هتاخد وقت وبعد كده الدنيا هتمشي. الكاميرا دي معقده جدا التسجيل بتاعها. انت ممكن تاخد الكيبل ال HDMI منها وتحطه على التلفزيون، يبقى انت كده عملت ايه؟ عرض فقط. لو انت عاوز تسجل معناها انك هتاخد وصله منها وتحطها على جهاز تسجيل، وانت عشان تحط على جهاز تسجيل لازم تشتري ادابترز. ده ما تشغلش بالك بيه، ده بتاع الفور كي احنا مش هنشغل بالنا بيه، هتشتري دول. طب دول ايه قصتهم؟ ايه وضعهم؟ ايه مشكلتهم دول في القصه ديت؟ ان انت وانت بتاخد من الكاميرا ال اتش دي وتحطه في الادابترز ده او في الادابترز ده، هو بياخد من الكاميرا اتش دي. طب هو هيخرج الادابتر ده للكمبيوتر ايه؟ علشان الدكتور احمد لما بيتكلم بيقول انا لو عندي كمبيوتر وعاوز استقبل التصوير اللي خارج من الكاميرا دوت، انا الكمبيوتر ما بياخدش غير يو اس بي. الكمبيوتر ما بياخدش دي ام اي ان، الكمبيوتر بيخرج اتش دي ما بياخدش اتش دي. الحته دي مهمه، الكمبيوتر بيخرج اتش دي ما بيدخلش اتش دي. الكمبيوتر انا بس مش قصدي ان انا يعني الخبط حد، بس انا اشتريت البتاع البلاك ماجيك اللي على تحت على الشمال ده والبيست فيه ما عرفتش اشغله، ولبست فلوس كتير جدا منه يعني، عشان كده يعني بس على تفاصيله عشان دي مهمه جدا تتركز فيها. ال HDMI لما تاخد الصوره بتاعت ال HDMI من الكاميرا وتحطها في الادابترز دوت، المفروض تخرج بقى من الادابترز دوت كيبل يركب على الكمبيوتر. الكيبل دوت مش هينفع يبقى HDMI لان الكمبيوتر ما بيستقبلش HDMI. ميزه ده انه بيطلع لك USB، فلما بيطلع USB ده معناها ان ممكن اركبه على اي جهاز كمبيوتر whatever نوعه ايه، اي جهاز كمبيوتر او حاجه زي اليو اس بي يعني، او حاجه زي اليو اس بي. ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو ايه؟ إليجاتو اتش دي اسمه. إليجاتو اوكي، ده زي ده اللي عندنا، ده اللي عندكم في المشهد. إليجاتو ده اللي عندنا يا مريم اسمه ده، مكتوب اهو اتش دي 60. ده الاسود ده هتجيبه عشان تسجل تسجيل اتش دي من كاميرا انت شاريها حاططها على الميكروسكوب، بتطلع لك سيجنال اتش دي. هتاخد السيجنال بتاعت ال اتش دي على الجهاز ده وتطلع من هنا يو اس بي، يظهر على الكمبيوتر بتاعك عادي خالص وتسجل منه. طب انا الكمبيوتر بتاعي ماك، فانا عندي بكام يا توفيق؟ نعم بكام يا توفيق بتاع 100 يورو ولا 200 يورو؟ 120 يورو حاجه كده ماشي. 100 يورو ده مش رقم. لا عادي يعني مش رقم، ده حاجه كويسه. انا عندي جهاز 10 الحمد لله. انا عندي جهاز ماك، انا عندي جهاز ماك. عندك يا دكتور احمد؟ انا عندي جهاز ماك. فجهاز الماك اللي عندي، انا عندي جهاز ماك، فجهاز الماك اللي عندي اداني ميزه. ايه هي؟ ان انا ممكن اشتري بلاك ماجيك ديزاين. ده البلاك ماجيك ديزاين ده ميزته ان هو بيخرج ثاندر بورد. الكيبل الثاندر بورد ده ميزته عن الكيبل اليو اس بي انه ما بيأثرش على السيجنال. بتاخد السيجنال بتاعه الاتش دي ام اي اللي داخله على الادابتر ده وتاخدها زي ما هي وتحطها على الكمبيوتر. بس السنتر بورد ده محتاج ماك، فانت لازم تكون عندك جهاز ماك سواء لابتوب او ديسكتوب، فلازم يبقى عندك جهاز ماك عشان تستقبل الصور. هتنزل البرنامج بتاع سواء وكمان المشكله كمان معلش يا توفيق ان ان انه بيطلع فايل كبير قوي برضه. ما انا الحته دي بقى، الحته دي هقولها بقى في المرحله اللي بعد كده اللي هي بتاعت الفايل الكبير ده عليك. بس كل جهاز من دول، كل جهاز من دول ليهم الادابترز بتاعتهم. كل جهاز من دول ليهم قصدي السوفت وير بتاعهم. كل جهاز من دول ليهم سوفت وير. فانت لما تشتري الجهاز ده بتنزل السوفت وير بتاعه على الكمبيوتر بتاعك، هتاخد السيجنال هتسجل. طيب انا دلوقتي حاسس ان الدنيا متلخبطه في موضوع التسجيل صح؟ انا دلوقتي جايب كيبل، جايب ادابتر زي ده او جايب ادابتر زي دوت ومش عارف
الكونكشن شكلها عامل ازاي ومتلخبط. الجهاز اللي هوريه لكم ده اللي طلع في الشاشه قدامك ده اسمه اتومز، شايفينه الكلمه واضحه؟ اه. طيب الجهاز ده لو انت اشتريت ادابترز، اي ادابترز من اللي احنا اتكلمنا فيهم دول، هياخد منك السيجنال اتش دي، فانت مش فارقه معاك بقى طبعا، وهيبقى جهاز ايه هنا؟ عرض تسليم. زي ما انت شايف على الميكروسكوب كده، شايفه محطوط على الميكروسكوب اهو، فهو عارض ليه الكاميرا مطلع لك ايه، وفي نفس الوقت هو نفسه الجهاز بيسجل عليه هارد ديسك بتشتريه 1 تيرا 2 تيرا براحتك خالص، وبيسجل على الهارد ديسك. اول ما بتخلص تفك الجهاز وتاخده معاك تغير كده تحطه في الفلتر. الكاميرا فوق فين؟ ده الكونكتور بتاع الكاميرا، ها ده الادابت الجهاز الكنترول بانل بتاع الكاميرا. يعني ده واخد من الكاميرا، ده ادابتور وتسجيل في نفس الوقت، ده واخد من الكاميرا على طول. يا مريم الادابتور كده كده اشتريتيه خلاص. ليه الادابتور؟ الميزه الادابتور ده حاجه ضروريه ليه؟ جاوبي. عشان اخد الصوره من الكاميرا واوصلها على التسجيل. لا الادابتور ليه حاجه ضروريه؟ علشان السيجنال اللي بتطلع من ال HDMI الكاميرا ال 3 سي سي بيبقى عالي جدا، فانا عشان اسجل لازم اخد الادابترز، اشتري الادابترز دي عشان تكمبرس السيجنال دي. واصله؟ اه اوكي. فالادابتر مهمة جدا جدا عشان انا بسجل HDMI. واصله؟ اه. طيب وصل. انا بقى جبت الادابتر وموصل عليه السيجنال اللي طالعه من الكاميرا، هاخد بقى من الادابتر دي سيجنال. احنا اصلا في السلايد اللي فات ده اتكلمنا فيه ان السيجنال اللي بتخرج من هنا يو اس بي واللي بتخرج من هنا ساندر بورد. فانا عندي مشكله هنا كده ان انا محتاج اجيب جهاز كمبيوتر جنبي علشان اوصل عليه الحاجات دي، صح؟ هشوف التسجيل ازاي انا او هسجل على ايه. فالاختراع اللي موجود ده بس اختراع، الجهاز ده اسمه اختراع، ثمنه 550 يورو او 550 دولار مش فاكر. دوت هياخد منك السيجنال من الادابتر اتش دي، اي سيجنال زي ما انت عاوز، هياخد منك الاتش دي وات ايفر بقى 1 سي سي 3 سي سي 4 كي، اي سيجنال خارجه من الكاميرا اللي انت حاططها فوق لغايه ال 4 كي هياخدها منك وهيسجلها لك، وبعد كده تاخد الجهاز ده وتروح. شايف انا معلقه فين؟ هو بتاع صغير جدا متعلق على الميكروسكوب اهو. الجهاز دوت حللك القضيه كلها، انت كل اللي عليك انك بتشتريه وتشتري الادابتر بتاعك. انا بقى عامل ايه؟ انا شاري الجهاز ده وشاري الادابتر ده، شايفاه؟ الادابتر بتاع ال 4 كي ده بقى بياخد من اول ال 1 سي سي اتش دي لغايه 4 كي. يعني انا لو رحت مكان في كاميرا 4 كي انا هسجل 4 كي، رحت مكان لقيت كاميرا فيه 3 سي هسجل 3 سي، لو رحت مكان لقيت كاميرا فيها 1 سي هسجل 1 سي، عادي جدا خالص ما عنديش مشكله. فانا واخد اقوم جاي مسجل موصل ده الادابتر ده على ده وخلاص وخلصت القصه بالنسبه لي. اللي هو البلاك ماجيك اللي هو ده ايوه ده البلاك ماجيك. البلاك ماجيك اه. ليه شاريه ده؟ علشان انا عندي مكان فيه كاميرا 4 كي، فانا مش هروح بقى المكان دوت مش هعرف القط ال 4 كي الا لما يكون عندي الادابتر بتاع ال 4 كي. طب انت اصلا اوريدي الاماكن اللي انت بتشتغل فيها ما فيهاش ال 4 كي ده، فمش مهم تشتري الادابتر ده، ممكن تشتري دوت. ده بكام الادابتر ده بقى يا توفيق اللي هو البلاك؟ كلها 100 يورو 120 150 الادابترز دي. طب ما ده كويس قوي. اه الادابتر مش غاليه هي القصه. يعني يا توفيق لو انت اشتريت الادابتر انت بتقوله ده ان توتال مش غالي، يعني برضه 50 يورو ده مش غالي خالص. لا بس ده ان كيس ان الكاميرات موجوده حضرتك. لان الكاميرات لو مش موجوده احنا بنتكلم في ارقام. يعني مثلا اقول لك دي تكلفتها كام؟ دي تكلفتها 10000 دولار اللي هي ال 1 سي سي، ال 3 سي سي تكلفتها 20000 دولار، ال 750 اللي هي ال 4 كي تكلفتها 50000 دولار. بسيطة ماشي. فاحنا بنتكلم في انك عشان كده ارجع واقول لك، عشان كده ارجع اقول لك ان ده اختراع. خلاص يعني ارجع اقول لك ان ده اختراع، ده 1500 دولار في كل اللي احنا بنتناقش فيه ده كله. مش هتعملي اي حاجه تانية خالص، انك هتشتريه بس مش هتجيبي معاه اي حاجه تانية. كل التفاصيل اللي انا بتكلم فيها دي كلها مش بس كان للناس اللي بتتحرك كتير. اه بس بس انا سؤالي عيبه الوحيد ان هو ما بيركبش الا على ميكروسكوب زايس فقط لا غير. الادابترز للميكروسكوبات زايس، بيم سبليترز بتاعت زايس، يعني ميكروسكوبات زايس بس. طيب نرجع لحاجه تانية مهمه تاني، احنا اتكلمنا في الحته المعقده لا دي. ليه الاختراع اللي انت قلت عليه ده دوت مش بيركب على حاجه تانية؟ ده اه ميكروسكوب بزايس اي نوع؟ لا مش ده حاجه الاولاني ما بيركبش الا على زايس. اه
الكابش اللي على زايس بيم سبليتر بتاع زايس، لان اي جهاز بيم سبليتر لو انت لايكر ده مش على بيم سبليتر، ده على بيم سبليتر يا حبيبي اهو. ابو شاشه يا محمد معلش كام على ده؟ ابو شاشه اللي انت كنت جبته قبل كده مره. لا احنا بنتكلم في الوال موبايل. كام على ايه يا احمد؟ كام على ده؟ دكتور محمد السيجنال ضعيفه والسلايد بتتاخر عشان كده دكتور احمد متلخبط. ماشي. انا قصدي على على اللي فيه جناب حمراء ده، على اللي فيه كورنر. نينجا نينجا قصدك على اتموس؟ انت قصدك على ده؟ ايوه اللي فيه اللي فيه كورنرز حمراء دول، ده بياخد من اي حاجه صح؟ ايوه ده بياخد من اي حاجه. ده ملوش دعوه، ده ليه دعوه بالكاميرا، ملوش دعوه بالتلسكوب. ما هو ده المناسب ان هو الناس تتحرك بيه، يعني اللي بيتحرك كتير بتهيألي هو ده انسب حاجه ليه تتحرك بيه. ايوه طيب في حاجه بيقول لك اتحرك بيه، بس لو انت عندك اوريدي كاميرا في المكان بتصور كويس. انت محتاج كاميرا وهدف. لكن افرض انت اصلا ما عندكش كاميرا. بالظبط يا محمد، محتاج كاميرا، محتاج كاميرا بعد كده وادابتور، وبعد كده الجهاز ده، وبعد كده الادابتورز. لا هو لا يعني الكاميرا وبعد كده الادابتور، وبعد كده بناخد من الادابتور للجهاز ده اللي هو الاتموس. بالظبط كده. لا مش من الادابتور، من سلك عادي، سلك عادي من من الكاميرا نفسها مش ادابتور. من الاتموس ده، الاتموس ده لازم يبقى معاك ادابتور برضو. بيطلع ايه بقى الادابتور؟ على حسب يا حبيبي الكاميرا اللي عندك. فانت لو فور بيطلع اتش دي، يعني انت لو انت خدت سلك اتش دي حطيته في بتاع الاتموس خلاص هتطلع مقطعه، السيجنال عاليه جدا والصوره هتطلع متقطعه. الادابتورز دي ميزتها، بص انا عندي السلايد دي مهمه جدا يا جدعان، بس لو سمحت السلايد دي مهمه جدا. الادابتورز مهمه مش عشان حاجه، الادابتور مهمه علشان السيجنال بتاعت الاتش دي 3 سي سي بتطلع عاليه جدا، فانت لو خدتها على جهاز تسجيل هتتقطع، هتطلع متقطعه كده ومش مظبوط. محمد دكتور توفيق، انا عايز اقول لك اصلا في المعهد عندنا لما كنا بنسجل على طول من كابل الاتش دي من الكاميرا على طول، الصوره تطلع في الشاشه مقطعه من غير تسجيل حتى. من غير تسجيل هي بتطلع متقطعه. بس خلينا بس نتفق على لا 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 لا، بص يا مدحت لو سمحت، انت لو هتوصل على طول على التلفزيون ده عرض ما فيهوش فيه مشكله، اما لو هتسوقت على التسجيل لا هتحتاج انك تعمل ادابتور. في حاجه اخيره بقى قبل ما نخرج بره الحته المعقده دي، شايفين اللي انا بعلم عليه بسهم ده ولا النت لسه مش واصل عليه؟ انا عايز اسال سؤال. ده ايه ده؟ الكاميرا بتاع الكابل زي الكاميرا اللي جايه مع الجهاز. ده كاميرا، الحته السوداء دي الكاميرا. ده الادابتور اللي بيخش منه. ايوه اسمه فيديو ادابتور. ماشي، مش في كارثه في اللي بتاع ده يكون في علمك؟ اللي بتاع ده فيه كارثه، وحط السلايز دي جنبك كده وسيفها في دماغك، لان احنا لما هنيجي نشرح الميكروسكوبين اللي احنا قلنا عليهم فوق دول الحته دي هتبقى مهمه جدا بالنسبه لك. تمام، نركز بقى. الفيديو ادابتور ده الفيديو ادابتور ده مشكلته ان معظم الناس اللي شغاله هنا او اللي موجوده يعني بتشتغل على ميكروسكوب اللوميرا اي دوت، او الميكروسكوبات عموما اللي بتيجي معاها بيم سبليتر، وبعد كده البيم سبليتر بيركب عليه اللي بتاع اللي اسمه فيديو ادابتور ده، وبعد كده الكاميرا بتركب عليه. معظمنا كده صح؟ صحيح. ايوه، ومشكلته ان هو بياخد نسبه قليله من الصوره كده. الفيديو ادابتور اللي موجود ده بيبقى فيكسد فيديو ادابتور، معظمهم بيبقوا فيكسد فيديو ادابتور، بيبقى ليه فتحه عدسه ثابته مش 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 ادابت مش ادابتد، وفي نفس الوقت الزومنج بتاعه ثابت. فمشكلته الوحيده انه بيديك فتحه عدسه ثابته فبياخد من حجم الصوره، وفي نفس الوقت الزوم بتاعه ثابت. فانت في مشكله كبيره عندك ان الصوره اللي خارجه من هنا وطالعه هنا كده على جهاز العرض اللي عندك هيبقى الزوم بتاعها غير اللي عندك، وفتحه العدسه بتاعتها غير اللي عندك، فانت ممكن تبقى شايف رينج اوسع وفي نفس الوقت اللي خارج من الصوره مش اوسع. عارفين كاميرا التصوير لما بيقول لك انا هشتري لك كاميرا تصوير وهشتري معاك عدسه فتحتها عاليه جدا فتديك صوره في الاضاءه الليليه كويسه؟ ايه دي الفكره؟
ان 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 الفيديو ادابتور ده كارثي في الحته دي. فانت لو اوريدي عندك الفيكسد فيديو ادابتور دوت وعندك كاميرا نظيفه اتش دي سي تي سي كمان, انت لازم تتعامل مع الفيديو ادابتور. النقطه الثانيه ان الفيديو ادابتور ده ليه لاين اوف فوكس, الميكروسكوب في ديبس اوف فوكس, فانت ممكن وانت باصص على الاي بيس هنا تبقى شايف كويس قوي لانك انت عندك رينج من الحركه بتبقى شايف فيه كويس, بس الصوره اللي خارجه مزغلله. ليه؟ لانك انت ما عملتش فوكس على اللاين اوف فوكس اللي هنا, فانت بتبقى شغال وبعد ما بتبص على العمليه بتاعتك تلاقي نفسك مش شايف كويس, كل اللي انت اشتغلته كان مزغل. ليه؟ لانك انت اعتمدت انك شايف هنا كويس. فالجهاز ده مصيبه. انت ممكن تشتري بقى حاجه اسمها ادابتد فيديو ادابتر, حاجه اسمها ادابتد فيديو ادابتر بتشتريه من الشركه, ممكن ابعت لكم اللينك بتاعها, وتقول له الميكروسكوب بتاعك ايه والكاميرا اللي راكب عليها الميكروسكوب ايه, وهو يبعت لك الادابتد فيديو ادابتر ده. ده بقى بتقدر ان انت تعمل فوكس منه, وبتقدر ان انت تكبر فتحه العدسه وتصغرها لو انت بتشتغل بستيريو سيجمنت والدنيا مظلمه مثلا, فتفتح العدسه بتاعتك شويه تديك اضاءه كبيره. تمام. بس احنا مش يعني معظمنا هتلاقي اللي بتاع ده موجود عنده, يعني مفيش حد هتلاقي غيره, هو اللي بتاع ده شركه زايس ما عندهاش غيره يعني, او اي شركه تانية مش غيره. هو طيبه بس الوحيده اللي عندها ادابتد فيديو ادابتور اوريدي, ممكن تطلبه وانت بتشتري الكاميرا لو انت هتشتريها من طيبه, والميكروسكوب بتاع طيبه اللي هو اللايكا ده. تمام. احنا بقى ممكن نتغلب بقى على القصه دي, يعني هو لو هو عندك اوريدي, لو انت خدت بالك انا الكاميرا اللي انا شغال بيها, انا هوريك السلايد, الكاميرا اللي انا شغال بيها شغاله بنفس الفيديو ادابتور ده. الصوره دي واضحه عندكم اللي انا فيها دلوقتي دي؟ اه واضحه. اه هو نفس الفيكسد فيديو ادابتور والكاميرا 3 سي سي راكبه فوق اهي, ماشي. فانا هقول لك بقى على التيبس والتريكس اللي انت تحاول تتغلب عليها في الموضوع ده. خلصنا احنا كده ايه الجزء التكنيكال اللي هو المعقد, اللي هو فيه وصلات وكاميرات وتفاصيل, وهشتري كاميرا ايه ووصله اطلعها اعمل بيها ايه ووصله اطلعها اعمل بيها ايه. قبل ما اخرج بقى من التفاصيل دي نرجع للسلايدز, للسلايدز دي. عارفين ايه بقى ميزه السلايدز دي؟ السلايد دي ميزتها ايه بقى؟ ايه ميزه الميكروسكوبين دول؟ حد وهو بيفكر يشتريهم عارف ايه مميزاتهم في التصوير ايه؟ لا انا ما اعرفش حبيب. انت عارف الفرق بين الاثنين دول ايه؟ مش يعني اللي انا عارفه ان بيزايس على نفس الفوكس وواخد نفس السيجنال اللي انت شايفه بعينك, يعني مش منقص منها حاجه. بلس بقى الكاميرا على حسب هي يعني فيها اظن مش عارف تشيب ولا ثري تشيب. ايوه لكم بس النقطه مهمه جدا. اولا انتوا شايفين الشاشتين دول, الشاشه دي موجوده في ميكروسكوب اسمه لوميرا 700 كاليستو, اللي معظم الناس بتشتري لوميرا 700 بس ما بتشتريش اللوميرا 700 كاليستو. ولو احنا كنا عارفين زمان ان كان في كاليستو لان هو موجود من زمان جدا, بس هي الشركه ما بتنجاش شايله الشاشه دي خالص, ما تنزل مش تجيبه لك علشان تيجي تقول لك انا جايب لك الميكروسكوب اللوميرا 700 بسعر مش عارف ايه, وتقعد يعني تحسسك ان هي عملت معاك واجب يعني, هي راحت شايله الشاشه دي خالص. مع ان احنا دلوقتي بالشرح اللي احنا شرحناه شايفين ان الشاشه دي حاجه مهمه, لان هي جهاز ايه الشاشه دي؟ جهاز ايه دلوقتي؟ هارد. طبعا بس اصل الكاليستو يا محمد معلش, الكاليستو لما لما بيزيد هم مش بيزودوا بس الشاشه, هم بيزودوا كل النتورك ابيليتيز بتاعتها, فدي يعني هيفتحوا موديول اكبر بكتير واغلى بكتير. الشاشه بس مش هي الفرق ما بين اللوميرا 700 واللوميرا 7 كاليستو. بس في ناس كانت عندها استعداد تدفع بس هي ما كانتش تعرف, فاهم قصدي؟ هي اصلا عندها استعداد تدفع بس ما كانتش تعرف. انت دلوقتي قاعد في الدمرداش وطلب منك تجيب ميكروسكوب ب 5 مليون جنيه وانت ما تعرفش ان في كاليستو, انت ممكن تجيبه. يعني هي الفكره زي ما بقول لك انك انت ممكن تقعد في قعده نقاش دلوقتي من غير ما تبقاش عارف التفاصيل دي, ممكن تجيب مميزات الميكروسكوب نظيفه, مش شرط قصدي تكون على تكلفتك الشخصيه عشان تبقى عارف ان في ميكروسكوبات كده يعني. بس انا هقول لك الفرق بين الاثنين علشان تبقى عارف, حتى لو انت عندك دلوقتي طلبيه شراء في اي مكان انت المفروض مطلوب منك انك تشتري, الفرق بين الاثنين دول ايه. اولا ميزه الاثنين دول ان هما لغوا لنا كل اللي احنا قعدنا بنشرح فيه بقالنا تلت ساعه ده ولا نص ساعه, خلاص ملوش دعوه, انسى خالص بقى اللي احنا شرحناه. ايه مميزاتهم؟ اولا الكاميرات فيهم بلت ان, فما فيش فكره الفيديو ادابتور اللي انا لسه موريه, يعني كده ما فيش حاجه اسمها ايه لاين اوف فوكس ومش لاين اوف فوكس والكلام ده كله. متفقين؟ رقم واحد.
رقم اتنين وانت بتشتريهم ما تفتكرش ان هو لما يقول لك ان انا جايب لك الميكروسكوب دوت بلت ان في كاميرا اتش دي انك تشتريه زي ما هو، لا هو ممكن يشيل الثري شيبس اللي جوه دي ويحطها وان شيبس، فانت لازم تتاكد ان اللي هو بيشتريها له وانت بتشتريها منه ان هي ثري شيبس، مش معنى انه قال لك ان هي اتش دي يبقى جواها اتش دي، هتشتريها ثري شيبس هتاخد منها مميزات انك شاري اتش دي معاها جهاز العرض ومعاها جهاز التسجيل، الميكروسكوبين دول جواهم جهاز تسجيل، كل اللي عليك انك تحط اليو اس بي بتاعك في ورا على الجهاز وتاخد العمليه بتاعتك وتمشي، مش محتاج اي نوع من انواع الهاسلز خالص في التسجيل، كل اللي مطلوب منك انك تبدا تركز في المحاضره بقى الباقيه بقيه المحاضره ازاي اسجل بقى كجراح، المعادله دي بالنسبه لك هتكون انتهت تماما، يعني الكاميرا والريكوردنج سيستم اللي احنا قاعدين بنشرح فيهم دول كلهم ما بقوش بالنسبه لك ليست لهم قيمه اساسا، انت كل اللي عليك دلوقتي تبقى ازاي كجراح تطلع صوره كويسه، ودي ليها تيبس وتريكس، يعني مش اي جراح بيعرف يطلع صور كويسه، فالقصه دي بس الجهاز ده يفوق الجهاز ده بحاجه واحده بس، عارفين ايه هي؟ ان الجهاز دوت دول مرتبطين بنفس الاوبتيكال سيستم السايت تيوب والكاميرا كلهم مرتبطين بنفس الاوبتيكال سيستم، بس هو هنا بيديك ميزه ان دول ان السايت تيوب في حاجه اسمها زيرو اسيستنت، يعني هم ملوش دعوه باللايت بتاع المين تيوب، فانت بتقدر تاخد 100% هنا و100% هنا، وبتقدر تعمل فوكس لنفسك هنا غير الفوكس اللي الجراح عامله. الميزه الزياده بقى اللي موجوده هنا يا باشا ان الكاميرا ليها اوبتيكال سيستم لوحده، الكاميرا بتاعت الميكروسكوب البروفيو 8 ده ليها اوبتيكال سيستم لوحده وليها كنترول لوحدها، فانت ممكن انت تبقى شايف كويس مش شاغل بالك بقى بالشاشه دي خالص، هو الاسيستنت اللي جنبك هو اللي شاغل باله بالشاشه ويظبط الفوكس بتاع الشاشه على الزرار بتاعه هو، ملوش دعوه بيك اساسا، ودي انا في وجهه نظري ميزه قاتله في التسجيل، انت بقى ما تشغلش بالك اصلا انت شايف ايه نهائيا، يعني انت لو اشتريت ده انت ممكن اصلا ما تكملش المحاضره تروح البيت بقى خلاص كده يبقى عندك الجهاز المحترم ده كده خلاص، انت مش محتاج اي حاجه في التسجيل، كل اللي عليك انك تخلي الاسيستنت اللي بيساعدك في العمليه يبقى عينه على الشاشه اللي هي لازقه فيكوا دي وديون جاي ايه مظبط الفوكس هو لو انت اوت اوف فوكس وخلاص، هو عنده زرار بيظبط فيه الفوكس ملوش دعوه بيك اساسا، ملوش دعوه بالفوكس بتاعك خالص، عشان كده انا قلت لك اللي حطيتهم لك الاول وبعد كده شرحت لك التفاصيل الدقيقه اللي ورا دي، فانت لما هترجع تاني بقى تقول ايه ده، ما انا لو انا هقعد اتناقش مع شركه واشتري ميكروسكوبات ما اروح اشتري جهاز دوت او دوت وخلاص القصه تنتهي خلاص، فدي ميزه الجهاز ده عن الجهاز ده، ودي شايفها ميزه كويسه. طيب احنا بقى عايز في نفس يا توفيق الدايت عندي نفس الميكروسكوب ده ولا بس ده اللايت الحته بتاعت انك تعمل كنترول للكاميرا لوحدك اللي هي انه يبقى تسجيل لوحده والشاشه والكاميرا، اعتقد ان الدايت هم لا زايس ما فيهاش الكنترول للكاميرا لوحدها، ما فيهاش كنترول للكاميرا لوحدها، لا ثانيه واحده وانا لخبطت، هو انت كنت بتقول ان اللايكا هو الاحسن من الزايس؟ اه طبعا ده اني موديل في اللايكا، انا قلت لك هو بروفيو 8 مش اي لايكا، انا بقول الميكروسكوب اللي قدامي ده وده اسمه 700 كاليستو مش 700، انا بتكلم على الميكروسكوبين اللي قدامي دول، ده 700 كاليستو وده بروفيو 8 اللي هما سعرهم كام بقى يا توفيق كده معلش ما هو علشان ده انا ما اعرفش سعره كام، دول دلوقتي عامل له 200000 يورو وده برضه عامل له نفس الرينج 200000 يورو اللاوي كاليستو 5 مليون امتى 5 الشاهد ان مش يعني انت ممكن يا مريم انت مش هتنزلي تشتري المستشفى بتاعتك، هي الفكره كلها ان انت ممكن زي ما بقول لك احنا في المعهد عندنا كنا قاعدين بنتناقش في شراء ميكروسكوبات ومطلوب مننا ان احنا نخلص طلبيه شراء ميكروسكوبات وانت مش فاهم اي حاجه من التفاصيل دي كلها مش هتبقى عارف تقعد على ترابيزه مفاوضات وعارف انت بتشتري ايه، بس هي دي القضيه تبقى عارف مواصفات دي ومواصفات دي ايه، وبعد احنا هنا في محاضره التسجيل فانت التسجيل مهم جدا، فانت لو مش عارف ان ده هيركب ده في التسجيل لا انت يبقى انت كده خسران لان ده يركب ده في التسجيل طبعا 100% اختلف عنه في التسجيل تماما. اللايكا يا دكتوره مريم رائع غير ان هو كان رائع يعني من المستشفيات الجميله جدا سواء انتير سيجمنت سواء بوستيريور. طيب نخرج بره التفاصيل التكنيك لو اشتغلت عليها تلاقيه جميل، نخرج بره التفاصيل التكنيك شكرا يا دكتوره رشا.
ممكن نخرج بعد التفاصيل التكنيكال دي ونخش بقى في المعادله الطبيعيه بتاعتنا. طب انا عايز اسالك سؤال بس قبل ما تخرج. في اللي هو التسجيل الاولاني خالص اللي هو على الادابتور اللي بيركب عليه الموبايل. انت قلت ان احنا في التسجيل بتاعه في البوستيريور سيجمنت مش حلو قوي كواليتي ده حتى لو الموبايل فيه 4K. لا لو موبايل فيه 4 كل ما هترفع الموبايل كل ما التسجيل هيبقى حلو. يعني لو موبايل فيه 4K هيبقى احسن من اللي انت عرضه ده. اللي انا عرضه ده كان الهواوي بيتن، كان موبايل من سنتين. الفيديو على حسب برضو التعامل مع الضوء الاعلى والاوطى والدايناميك. برضو في ميزه تانية برضو يا احمد، انك انت مجرد ان انت بتضغط على الشاشه على حسب الموبايل. انت بتضغط على الشاشه بايدك الموبايل بيعمل اوتو فوكس للحته بتاعه اللايت يكون في علمك، ودي بيها ميزه التسجيل. ايوه صح الموبايل. صح ان أيوة منور اللي مشكله برضو، لان انت لو عندك لو عندك حته برايت قوي محتاج واقف جنبك هتضلم الباقي يا محمد. ما هو يا حبيبي انت محتاج واحد واقف جنبك بقى على طول بقى يقعد يظبط الحته دي. ايوه ما انت يا احمد لو دوست على الشاشه في الحته البرايت قوي زي وانت بتصور كده، لو دوست مثلا على مكان السما كده هتروح مخليه لك الفيو كله حلو، مش بيبقى مش بيضيع البرايتنس الجامده دي. لا بيبقى اوحش بصراحه الاوفر اكسبوز. طيب خلينا بس طبعا يعني كويس نخش للمرحله الثانيه بقى. أوكي. المرحله الثانيه اللي هي السيركل ديت انا شايفها الصراحه يعني مهمه جدا جدا جدا، احنا لازم نبقى فاهمينها ان اي سيركل اوف ليرنينج ان بتشتغل في الجراحه يعني بتبدا انكونشس انكومبتنس، يعني اي عمليه او اي خطوه في اي عمليه انت ما عملتهاش قبل كده بتبقى في الاول مش عارف انت بتعمل ايه وانكومبتنس في الخطوه بتاعت الجراحه اللي انت بتشتغل. لما بتبدا تدرسها وتعرف تفاصيلها وتشوفها كتير وبتبدا تشتغل بتبقى كونشس بس انكومبتنس غير متمكن. لما بتشتغل كتير بتوصل لمرحله الكونشس انكومبتنس. في جراحين كتير بيقفوا عند الحته دي مش شرط يكملوا، يعني اصلا في جراحين طبيعتهم ان هم بيبقوا كونشس على طول وكومبتنت في شغلهم. الجراح في ناس بقى بتوصل لمرحله في الجراحه ان هي بتبقى انكونشس كومبتنت حتى في سواقه العربيه. في ناس اصلا بتركب العربيه لغايه دلوقتي بتدور العربيه تعدل الميكروسكوب تبص على ايديها وهي بتحرك الفتيس، يعني عارف اللي هو بتمشي زي ما الكتاب بيقول. في ناس بتوصل لمرحله ان هي بتشتغل وبتسوق انكونشس اصلا وبتبقى كومبتنس جدا. المرحلة دي انت برضو ممكن تقف عندها وفي معظمنا يعتبر واقفين عندها. عشان تتنقل من دي لدي اللي هي تبقى unconscious content recorded oriented ده موضوع كبير جدا. انا في وجهة نظرك يعني انت ما تفتكرش ان هو سهل. ليه بقى ما تفتكرش ان هو سهل؟ لانك انت لانك انت لو ما عندكش idea بتاعت انك انت وانت بتشتغل عشان تسجل لازم تتابع التسجيل بتاعك هتبقى فاهم ان التسجيل هيطلع حلو ده غلط 100%. لانك انت لازم تبقى عينك على التسجيل. ليه؟ لان احنا كلنا مش هنشتري البروفيو 8 اللي هو الغالي دوت وهيبقى جنبنا واحد قاعد بيعمل فوكس للكاميرا لو انا انفوكس لو انا مش عارف ايه. لا انت لازم عينك على طول رايحه جايه على جهاز العرض اللي جنبك عشان تشوف انت فوكس ولا مش فوكس، انت اوت اوف فوكس ولا اوت اوف فيلد. ليه بقى؟ لانك انت زي ما احنا قلنا ان الكاميرا بتطلع لاين اوف فوكس، الميكروسكوب بيطلع دبس اوف فوكس. فانت وانت شايف خطوه الاي ال ام بي اللي انت بتشيلها وشايفها بعينك كويس هي اصلا خارجه في التسجيل اوت اوف فوكس خالص، لانك انت مش حاطط التسجيل على الكاميرا حاطه على عينيك. فانت المفروض وانت بتشيل الاي ام تاخد بالك من الحته دي فتركز قوي في التسجيل اللي جنبك وتقعد مركز في التسجيل عشان تبقى تفتكر ان ده اول اي ام تشيله هتسجله كويس كده. لا ده صعب جدا. فانت عشان تسجل كويس لازم تبدا تسجل الخطوات اللي انت وصلت بيها للمرحله دي. يعني انت لو جراح فيكو اصلا وبتعمل فيكو كويس جدا ابدا اتعلم التسجيل في الفيكو، ما تبداش تتعلم التسجيل في الفيتريكتومي وانت لسه ما اشتغلتش بالفيتريكتومي اصلا. لو انت اوريدي جراح فيكو شاطر جدا بس عمرك ما عملت يماني مثلا وجاي لسه اول يماني تعملها في حياتك مش ما تتوقعش انك هتسجلها كويس، انسى ان هي هتتسجل كويس. ليه؟ لان هي ممكن تطلع صورتها في التسجيل بس نص التسجيل هيبقى اوت اوف فوكس واوت اوف فيلد وهيبقى ضايع جدا مش مسجله كويس اساسا. فتعود الاول تسجل في الخطوه الجراحيه اللي انت اوريدي بتعملها انكونشس كونتنت وات ايفر بقى هي الخطوه الجراحيه في اي عمليه انت متعود انك تعملها. بالنسبه لنا احنا بقى كشبكيه لان المحاضره بقيه اللي بقى المحاضره كلها تخص الجراحين الشبكيه بقى. بالنسبه لنا احنا كشبكيه الموضوع معقد في ايه بقى؟ احنا بنشتغل في اوضه ضلمه. جراحين الانتيريو سيجمنت بيشتغلوا في النور مش محتاجين مشكله. لو انا جبت لك تليفون وحطيت لك التليفون ده في النور وقلت لك صور
انا بقول لك انت لو جبت تليفون مهما كان نوعه عامل ازاي هتطلع تصوير كويس جدا. لو خدت التليفون ده ودخلت في اوضه وصورت الاوضه دي فيها اضاءه خفيفه خالص كده، لا كده التليفون هيختلف. فوريني انت معاك تليفون ايه وهتطلع شكله عامل ازاي. لا انا معايا تليفون كويس وهطلع لك بقى تصوير حلو، فبقوم جاي عامل ايه بقى، عامل اضاءات، روح شايل بقى باك لايتس هنا حاططها ومش عارف لينج في رينج لايت حاططها هنا، وتبدا تظبط اضاءاتك علشان تطلع تصوير حلو بالموبايل الحلو اللي معاك اللي في الاوضه الضلمه دي. احنا بقى شغلنا كله كده تظبيط اضاءات وكاميرا نظيفه. بس لو حضرتك ما فهمتش ان تصوير الشبكيه عباره عن تظبيط الاضاءه مع تصوير كويس يبقى انت كده مش هتطلع تسجيل حلو. اما جراح الانتيري سيجمنت كل اللي عاوزه كاميرا حلوه وخلاص، ويبقى فاهم حته اللاين والفوكس اللي موجوده في الكاميرا والدبس والفوكس اللي موجود في الميكروسكوب. عند المرحله دي جراح الانتيري سيجمنت يطلع تسجيل كويس خلاص، مش محتاج منه اي مشاكل ثانيه. فانت كل اللي عليه ان هو يبدا يبص كده يشوف ايه اللقطه في الميكروسكوب كده، شاشه العرض اللي جنبه، انا على الميكروسكوب عامل فوكس ولا لا، قصدي على الكاميرا عامل فوكس ولا لا. زي ما انا كنت بشرح لرشا كده في العمليات، اقول لها بصي قبل ما تبداي الخطوه بتاعه الغرزه بتاعه القرنيه دي روحي بص على الشاشه شوفي الكورنيا فوكس على الشاشه ولا لا، لانك ممكن تبقي شايفاها على الميكروسكوب فوكس وهي على الشاشه مش فوكس. ليه؟ المره الاخيره عشان الكاميرا فيها لاين فوكس اما الميكروسكوب في دبس فوكس. الرحين الانتيري سيجمنت والليفل بتاعهم وصل لغايه المرحله دي. اما احنا بقى عندنا مشكله ثانيه، عندنا مشكله الاضاءه، الاضاءه فيها مشكله. فانا لو ما عرفتش اعالج مشكله الاضاءه دي هتلاقي ان الاخر التسجيل بتاعك وحش جدا. دي عمليه انا مسجلها اوديو فيديو اول ما بدات اسجل خالص، كانت الكاميرا اللي انا مركبها اوديو فيديو بتطلع اي في مش اتش دي. شايفها مريم شكلها عامل ازاي؟ اه ده كده اي في. انا بدات فلاحين السودة دي، الكاميرا السودة دي كانت موجودة على الميكروسكوب الكاميرا اي اللي عندي ده، ودي عملية انا كنت بشتغلها وسجلتها على الكاميرا السودة دي. ده اقصى حاجة قدرت اعملها، مظبط الاضاءة بتاعتي وعامل كل حاجة بس مطلع تصوير عامل ازاي وحش جدا فوق النظر. بس اوكي اتنقلت. لا ديت نفس القصة برضو على الاي في عملية ديت، بس دي حلوة دي. لا دي ليه مش حلوه خالص، احلى كتير. عارفه دي احلى كتير من اللي فات. عارفه دي حلوه ليه؟ علشان دي كانت الاضاءات بتاعتها مش مظبوطه، اما دي الاضاءه بتاعتها مظبوطه. خلاص اقول لك قبل بقى ما اعرض لك التسجيل كويس، قبل ما اعرض لك ازاي تسجل كويس. على فكره كل الجراحين اللي بيعرضوا عملياتهم الكويسه اللي بتطلع تسجيل كويس مش معناها ان كل شغلهم بيطلع كويس. ليه؟ لان انت زي ما انت شايف كده عمليه زي ديت مش هتشوف فيها حاجه خالص. يعني من الاخر انت برضو مش محتاج كاميرا كويسه، ومش محتاج جراح شاطر، ومش محتاج اضاءات شاطره وكويسه، لا انت محتاج ميديا برضو كلير. ما هو انت برضو بتصور فانت محتاج ميديا كلير. فانت ما تجيش تشتغل حاله فيتراس هيموردج ديت وتروما ومفيش حاجه اصلا باينه وتيجي تطلب مني ان انت تطلع تسجيل كويس. فانت تبقوا فاهمين ان اللي بيشتغلوا ويطلعوا عمليات كويسه دول بيدقي لك العمليات اللي طلعت كويسه، ومش كل العمليات بتطلع كويس، مش كل العمليات بيطلع تسجيلها كويس. انت شويه كورنيا الاوباسيتي في الكورنيا او شويه تلت في الاي او ال او اوباسيفيكيشن في البوستيريو كبسول يخلي لك العمليه دي ملهاش لازمه خلاص، تسجيلها ملوش اي علاقه. تمام. هنا الكاميرا دي اللي موجوده دي اللي شغال فيها العمليتين دول متسجلين بكاميرا 1 سي سي اتش دي. نقلنا المرحله اعلى شويه من التسجيل، شكلها معقول صح، افضل شويه من الكاميرا الثانيه صح. لما اشترينا بقى 3 سي سي وصلنا للليفل بتاع التسجيل ده. الفيديو واضح يا مريم؟ فيديو واضح بس في الريفلكشنز بتاعت اللايت. انهي لايت؟ اللي فاتت ده احلى، ده كويس، ده حلو قوي. الفيديو ده بقى بتاع الكاميرا 3 سي سي. خلاص ده حلو قوي. ازاي بقى احنا نوصل للتصوير ده؟ ازاي انك توصل لخطوه الاي ال ام تبقى واضحه كده والفيديو بقى واضح؟ ازاي توصل للمرحله دي؟ يعني ازاي توصل لمرحله ان انت شغال كده والاي ال ام واضح معاك كده والتسجيل واضح؟ الفيديو اللي شغال ده شغال كويس؟ شغال كويس. طيب
لو انت وصلت لمرحلة كويسة دي انت ممكن توصل لمرحلة انك تاخد سكرين شوتس من العملية بتاعتك وتطلع منها فوتوز. لو انت مسجل كويس كونك مسجل كويس تقدر تاخد سكرين شوتس من العملية نفسها اصلا وتطلع تسجيل كويس كفوتو. طيب كل العمليات اللي احنا شايفينها دي طلعت كده. انا بس مش هعرض الفوركي، هي دي عملية متصورة بالفوركي، مفيش فرق بينها وبين الثري سي سي حاجة خالص. انت حاسة ان في فرق؟ يعني بتقالي انها احسن يعني شوية، بس هي التانية حلوة. يعني هو الفكرة ان شايفة الديتيلز. محمد انت حاسس ان في فرق؟ لا مفيش كتير فرق يا محمد. لا مش كتير الفرق في الفلوس رهيب، عشان كده انا شايف ان الكاميرا ديت totally not recommended انك تشتريها خالص، غالية جدا 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 وفيش اي فرق خالص بينها وبينك انت يكون معاك 3 سي خلاص. فنوب متفقين عشان احنا بس ما نضيعش وقت فيها. طيب تمام طيب. هيوريك حاجه اول بقى تيبس في انك تصور. لو سمحت يا محمد انا عندي طول الوقت المشكله بتاعت اني انا فوكس كويس جدا لكن الكاميرا مش فوكس. يعني لو انا شايفه كويس قوي الكاميرا مش فوكس، عشان كده انت لازم وانت يعني احلها بالراحه، وانت جراحه لازم تبقي مفوكه في نفس الوقت. ايوه دي بنظبطها ازاي؟ انا كنت عايزه اعرف يعني انا كتير ببقى لازم تظبطيها ازاي. اولا لازم يبقى جهاز العرض اللي واخد من الكاميرا، هو احنا فهمنا يعني جهاز عرض صح؟ جهاز العرض اللي خارج من الكاميرا يبقى قدامك انت شايفاه مش في ظهرك في غرفة العمليات، ويبقى حجمه كبير. وثانيا لما نيجي نفوكس على الخطوه اللي انا شغال عليها، اديكي مثال ليك انت، انت بتاخدي غرزه في الكورنيا، انت عاوزه تفوكس على الغرزه دي، اعملي زوم عليها الاول وبعد كده فوكس مش شاشه، مش تفوكس على الاي بيس. يعني انت وانت بتعملي فوكس تزومي الاول على الغرزه وبعد كده على المكان اللي هتاخدي فيه غرزه، وبعد كده تفوكس وانت على الشاشه. استحاله تبقي فوكس على الشاشه وان فوكس في الميكروسكوب. ممكن تبقي فوكس في الميكروسكوب وان فوكس في الشاشه، لان الكاميرا ليها لاين اوف. انت عايزني ازوم ان، عايزني ازوم ان على المكان اللي انت هتسجليه وبعدين تفوكس وانت بص على الشاشه. ليه بقول لك وانت بص على الشاشه؟ انا دخلت غرف عمليات كتير جدا الشاشه اللي متركبه في اوضه العمليات اللي بتعرض من الكاميرا اصلا في ظهر الدكتور مش في وشه اساسا، وهو اصلا ما بيعرفش يتابع التسجيل بتاعه. فاهم قصدي؟ ومش كبيره، واحده شاشه صغنططه كده. فالشاشه الصغنططه اللي انت شايفها ديت انت اصلا مش هتقدر تعرف فيها ديتيلز، انت مش مستوعبه يعني ايه لاين اوف فوكس. لاين اوف فوكس يعني هو خط، هو خط الحته متسجله فيها. فالموضوع ده كومبليكيتد شويه. فانت لو انت لسه النهارده بتتعلم تاخد غرزه في الكورنيا، ما تجيش تعلم نفسك التسجيل بقى في الخطوه دي. لو انت راجل برنس وبتاخد غرزه الكورنيا كده وانت بتكلم واحد صاحبك اللي جنبك في اوضه العمليات، اتعلم تسجل الخطوه دي اللي انت اوريدي متعلم متعود تشتغلها وانت مغمض عينك. طيب تسجيل متعب. الكلام ده في الشبكيه لازم اعمل نفس القصه في البوستيريور، ولا لو انا عملت القصه دي انتيريور هي بالتبعيه؟ يعني لو انا عملت الفوكس ده انتيريور سيجمنت بالتبعيه لما انزل ورا. دكتوره مريم ده انا هصدمك اكتر. احنا في الشبكيه في مشكله عندنا ان احنا ممكن نشتغل في ليفل. ما احنا بنشتغل في ليفلز طبعا. ايوه يعني انت مثلا كنت في ديتاتشد ريتنا وفوكسد على الديتاتشد ريتنا، هوبا الريتنا دي رجعت لمكانها تاني، ترجعي تفوكس عليها تاني. انت كنت بتشيلي الممبرين والممبرين ده كان قدام الريتنا في نص الفيترس كده او في تلتين الفيترس من تحت، وبعد كده شلتيه عاوزه تفوكس بقى. لا انت هتشيلي اي ال ام سمكه عامل ازاي؟ لا انت ترجعي تفوكس كل خطوه عاوزه تسجليها. يعني انا كل ستيب عاوزه ابص تاني على الشاشه اتاكد انها هي اللي فوكس الاول. بالظبط حضرتك الموضوع مش بيمشي كده. وبرده اعمل معلش بس انا عاوز ازود كمان حته بس يا محمد. يعني انت كنت علمتني موضوع الديسك ده ان انا اعمل زوم على الاخر زي ما بنعمل في الانجينيوتي كده، يعني ان احنا بنزوم على الاخر خالص على الديسك ونعمل احسن فوكس ولما نطلع هيبقى الفوكس كويس. بس في مشكله بس صغيره دي قابلتنا بقى بعد فتره طويله، يعني احنا بقى لنا يعني حوالي 3 سنين بالميرا 700. في ساعات الانترنال فوكس بيتلخبط زي ما موجود دلوقتي عندنا في المشكله دي عندنا دلوقتي موجوده في المشكله محتاجه صيانه.
يعني ساعات كمان الفوكس حتى لو انت ظبطته خالص بعينك ما بيبقاش مظبوط 100%, ما بتعرفش بقى تظبطه زي البروفيو 8 كده زي ما انت بتقول. ايوه, ما عشان كده جت ميزه البروفيو 8 بقى في حته الكنترول الخارجي للكاميرا. يعني محتاج صيانه, يعني ساعات بمحتاج صيانه, يعني صيانه دوريه عشان نتاكد ان الفوكس اللي انا شايفه بعيني هو هو نفسه اللي بيتسجل. عشان بس الحته دي مهمه جدا. ايه هو ملخص المحاضره كله, ملخص المحاضره كله في الحته دي, انك انت كجراح عاوز تسجل لازم تتحول لمخرج وجراح في نفس الوقت. ما ينفعش تبقى جراح بس, لانك انت لو جراح بس وفاكر انك كويس, لا هو الموضوع مش قصه الجراحه وخلاص وانا بشتغل عمليه وخلاص, لا لازم الموضوع فيه ارهاق يكون في علمك. انا ساعات بزهق واقول لهم العمليه دي انا خلاص مش عاوز اسجلها, فلما بيقول لي مش عاوز اسجلها انا في جزء كبير جدا من ذهني بقى ريليف, لان انا خلاص مش هسجل العمليه دي, مش شاغل بالي بقى ايه بقى التفاصيل, ولا انا باصص على الميكروسكوب وخلاص, فالعمليه دي انا مش عاوز اسجلها اصلا, فبتبقى بالنسبه لي اريح مش عاوز اسجلها اصلا. انا في حاجه لاحظتها في الميكروسكوب بتاع الزايس اللي هو عليه الانترا اوبريتيف او سي تي. ماله هو ده؟ نعم ماله, انه هو الفوكس بتاعه احلى كتير من الميكروسكوبات التانية. ده كاليستو. لا هو ده, هو 3 تشيب بس, هو 3 تشيب مش 1 تشيب زي اللي عندنا. لا بس كده حبيبي الفيديو اللوميرا 3 تشيبس, اللوميرا كاليستو 3 تشيبس اللي عندنا 1 تشيب. لا 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 3 تشيبس الكل 700. لا بس هو لا لا الميكروسكوب اللي عندنا مصر 700 نفس الكاميرا اللي فيه هي اللي موجوده في الكاليستو, بس هي مختلفة. هي نفسها لا لا هي مختلفة, وهي برضو في الوطني ما هو الوطني في الميكروسكوبين اللي هم الكاليستو. أشرف بسيوني, أشرف بسيوني قال إن هي وان تشيب بس. ما أنت ما تسمعش بس بس المعلومة دي, المعلومة دي أنا عارفها زي ما أنا عارف إن أنا اسمي محمد توفيق. الثري شيبس. بص بص يا توفيق, أنا اشتغلت على الميكروسكوب اللوميرا 700 بس علشان بس اللوميرا 700 الكاليستو معلومات بس, يعني أنا لو مش متأكد منها هقول لك مش متأكد منها. الميكروسكوب اللوميرا 700 ممكن يركب فيه 1 شيبس, ممكن يركب فيه 2 شيبس, ممكن يركب فيه 3 شيبس. اللي عندنا في المشرق ده 3 شيبس. ليه بقى 3 شيبس؟ انا متاكد ليه ان هو 3 شيبس, ان انا جبت الادابتور بتاعي اشغله على الكاميرا ما لقطش اصلا, اضطريت ان انا قصدي الاتومز ده ما لقطش الصوره, واضطريت اركب الادابتورز عشان اقدر اخد السيجنال دي. بس معلومه, ومفيش كاميرا 1 شيبس بتطلع لك فيديو حجمه 200 جيجا ولا 150 جيجا خالص, استحاله. يعني الوان شيبس دي الفيديو بتاعها 10 جيجا و15 جيجا. انا 200 جيجا انا مش بيطلع عند انا بيطلع 200 جيجا, احنا بنطلع 13, بنطلع 30ات 40ات لو قصه عمليه طويله. يعني 3 شيبس اللي عندكم 3 شيبس ريح دماغك, بس القصه دي منتهيه, انت بتطلعوا 30ات. بص يا توفيق, بس هما برضه اللي عندنا 3 شيبس النمره 700 زي ما قلت كده, بس بصراحه الكاليستو احسن. الكاليستو احسن علشان يا جدعان الكاليستو احسن, علشان الكاليستو في الشاشه اللي معاه انت بتكنترول عليها كل حاجه, وبتبقى شايف نفس اللي انت شايفه في عينك. احنا في المشرق عندنا حاطين ولا بيعملوا اي لا مش ده السبب, انا لا بكنترول ولا بركز ولا بعمل اي حاجه, انا بروح بيتنا ابص على الفيديو الاقي ان الفيديو اول ثرو العمليه كان فيري فوكس, ما اعرفش مختلف تماما, يعني مختلف تماما في فوكس. انا لا بتابع ولا بركز, انا بعملش اللي انت بتقوله ده خالص قوي, بس هو فوكس فعلا. طيب خلينا نحط النقطه الثانيه, نقطه الفوكس اللي احنا خلصناها بتاعه اللاين اوف فوكس دي. في نقطه ثانيه, انتوا شايفين السهم بيتحرك على حاجات بيضه, دي شايفينها ايه دي؟ دي ريفلكشنز بتاعه اللايت. انا قعدت 3 سنين اشتغل واسجل عمليات بالريفلكشن ده, وبعد 3 سنين اكتشفت ان ديت الريفلكشن بتاع اللايت. دي اللمبه, اللمبه اللي اللمبه قفلت. شفت لما الفوكس اللي انا بتكلم عليه اهو, انك تزوم على الحاجه اللي انت عاوز تشتغل عليها وتفوكس عليها وبعد كده تطلع تاني هشغل. ايوه ايوه, دي تريك هايله بصراحه, انت علمتني, كانت هايله بصراحه. الضوء اهو بتاع الاوضه لما انا قفلته, لازم تقفل الاوضه وتضلمها كح. هو بس في مشكله عندي, انت بتقولي طب انت دكتور شبكيه ازاي اصلا كنت تشتغل الاوضه منوره؟ انا يكون في علمكم بس معلومه ليكم, بس انا ما بشتغلش اي خط ولا اي حاجه خالص الا لو النور منور, علشان انا اصلا ما بعرفش اشتغل والدنيا مظلمه, علشان انا عامل ليزك وعندي دراي اي وحاله بالبلد. بس الفكره كلها ان انا لما بخلص الجزء اللي انا محتاج اسجله في العمليه بفتح النور علشان اعرف عشان استريح شويه, بس هي فكره انك انت لو فتحت النور هتلاقي المنظر ده.
طبعا انتوا عارفين نو بيشنت اللي فوق دي يعني متصور منين الموبايل التليفون بتاع ده. طيب بص ده المشروب معلم كبير ده. شايفين شايفين الاضاءه؟ شايفين الاضاءه عامله ازاي؟ لو عندك طريقه نشيلها. طيب بص الاضاءه دي عامله ازاي؟ الروم لايت يا محمد توصل مش كده؟ الروم لايت. الروم لايت الروم لايت شايفين الريفليكشن ده؟ ده بتاع الروم لايت. بس انا عايز بس اوريكم الفيديو ده بس. الفيديو ده متسجل في المشهد بس بص على ايه مش ايه مشاكله. مشاكله اللي انا شايف النور ده زي ما انت شايفه قدامك اهو صح، وده متسجل في كاميرا انا شايفها محترمه جدا 3 شيبس ومقتنع 100% ان هي 3 شيبس. سيبك من اللي قاله لك الدكتور اشرف اللي على الكاميرا دي 3 شيبس، واللايتس مبوظه التسجيل خالص. شايفين الممبرين فوكسد ولا ان فوكسد؟ ان فوكسد تماما مفيش اي حاجه خالص. ان فوكسد. فانا قاعد على ميكروسكوب غالي. أيوة عشان الفوكس مش مظبوط. انا قاعد على ميكروسكوب غالي فشخ وفي نفس الوقت ما طلعتش تسجيل كويس. يبقى ما عادش حاجه يعني. انا عشان بس هي المحاضره عباره عن كده ان انا قاعد على ميكروسكوب كويس جدا وفي الاخر ما سجلتش تسجيل كويس جدا. شايفين الفيديو ده اللي تحت ده؟ ده عشان الفوكس يا محمد صح؟ عشان الفوكس وعشان حاجه تانية عاوز اقول عليها. انتوا بس شايفين الفيديو اللي تحت ده واللي فوق ده شغالين ازاي؟ انا هشغلك الفيديو اللي تحت ده تاني. حد شايف ايه المشكله اللي في الفيديوهين دول؟ اي حد يا جدعان عامل المايك بتاعه ميوت ممكن هو يعمل له ام ميوت ويسال براحته خالص. لايت طبعا الفيديوهين دول الاوفر اكسبوجر. ايوه الاوفر اكسبوجر. انت عارفه ان ان العمليه دي متصوره بنفس الكاميرا اللي انا وريت لك فيها فيديو وقلت لي الله زي الفل؟ عارفه ليه؟ عشان الاوفر اكسبوجر وعشان اللايت ده بتاع الاوضه. حاجتين انا ما عملتهمش طلعوا الفيديو بالمنظر اللي انت شايفاه ده. تسجيل زي الزفت. طب الاوفر اكسبوجر ده عالجه ازاي؟ عارفه ازاي تعالجيه يا مريم؟ قلل الضوء شويه او رجع بتبعد النور. انت بتبعد النور لبعيد. انا ما بعرفش اعمل كده. شيلدد بروكس اوف لايت. بتعمل ايه يا محمد؟ بتقول ايه؟ استخدم الشيلدد بروكس اوف لايت. شيلدد. لا بص اقول لك على حاجه، في اربع حاجات مش ده مش موجود في الكون. اربع حاجات لازم تعملهم عشان تتغلب على على الاوفر اكسبوجر. اولا لازم يبقى عندك كذا سورس من النور علشان تبقى منور الحته اللي انت شغال منها دي من كذا اتجاه. خلاص؟ يعني انت لما بتيجي تصور في اوضه ضلمه او اوضه الاضاءه فيها خافته ويجي لك واحد مصور محترف معاه كاميرا بروفيشنال بيعرف يصورك صوره كويسه؟ ما بيعرفش طبعا. يروح يجيب اضاءات صح؟ عشان يظبط الاضاءه اللي جايه من هنا والاضاءه اللي جايه من هنا عشان يطلع لك صوره كويسه. رقم اتنين، ودي تعملها بقى مش تعملها كل يوم، دي تعملها لو انت رايح تشتغل في مكان اول مره تشتغل فيه او يعني بتروح تشتغل فيه على فترات متباعده. انك تعمل حاجه اسمها وايت بالانس للميكروسكوب اللي انت شغال بيه اول يوم اول اليوم وانت شغال، لان الوايت بالانس دوت بيظبط كل حاجه، بيظبط الاضاءات وبيظبط الكالوريشن وبيظبط الساتوريشن وبيظبط كل حاجه بتاعه الميكروسكوب. عارف ازاي بيتعمل؟ حد من اللي موجودين في المحاضره دي مش فاهم يعني ايه وايت بالانس؟ لا يعني انا عملته قبل كده في الميكروسكوب زي انا معايا الميرا 700. بتخش على انت عارف السيتنج اللي هي السكرين بتاع السيتنج اللي ورا في الميكروسكوب بتقدر تخش تعمل منه خلاص اي كام تجيب ورقه بيضاء تختار وايت بالانس وتختار حاجه بيضاء. اول حاجه ورقه بيضاء اول حاجه ورقه بيضاء تحطها على ترابيزه العمليات وتفوكس عليها كويس جدا وتزوم عليها كويس جدا. مش تفوكس بس، تفوكس وتزوم ويبقى هايلي زوم وهايلي فوكس ومعلي الاضاءه بتاعت الميكروسكوب على الاخر. ولو انت عاوز تبقى برنس قوي انت ممكن تعمل الوايت بالانس على النور بتاع الكونستليشن كمان مش على نور الميكروسكوب. دي برضو حته كده يعني وانت عاوز تظبط الوايت بالانس على الاضاءه بتاعت الميكروسكوب بتاعت الكونستليشن. مش فاهمه ازاي يعني تنور الشيء القماشه البيضه دي ولا بتاع الشاشه البيضه دي بنور الكونستليشن مش بنور بالنور بتاع الكونستليشن. ايوه باللايت روب يعني زي ما بنعمل في الانجينيوتي تنور ايوه فهمت. الحاجه الثانيه اوكي حاجه اسمها في السيتنج بتاعت اي كاميرا سواء انت شاري لوميرا 700 فالسيتنج تبقى بلت ان في الجهاز او بروفيو 8 فالسيتنج تبقى بلت ان في الجهاز او شاري كاميرا خارجيه زي اللي احنا قلناها بيبقى ليها كنترول بانل زرار اسمه جين. في اللوميرا 700 هو برايت في الاجهزه الثانيه اسمه جين. كل الاجهزه الثانيه اسمها جين ما عدا اللوميرا 700 ما اعرفش. الجين ده لازم تقفله. اللوميرا 700 اسمه ايه؟ برايتنس. البرايتنس
برايتنس اه الاجهزه الكاميرات الثانيه بما فيها البروفيو 8 الزرار ده اسمه جين عارفين الجين طبعا ايوه صح اللي هو الاكسبوجر اللي عليه ده الجين ده خليه صفر مشكله الجين ده بقى لما تخليه صفر خالص ان هو مش هياخد منك غير الاضاءه سيجنيفيكانت يعني الاضاءه الواضحه فقط مش هيعمل للاضاءه اللي عندك دي اوفر اكسبوجر فلو ما انت تقفل الجين وعندك لايت بروب واحد منور فالاضاءه هتجي لك دايره منوره بس كده وخلاص هو بيديك الاضاءه أيوه. على حسب الاضاءه اللي طالعه لك فعشان كده لو انت قفلت الجين الاكسبوجر اللي انت شايفه ده هيختفي بس الفيلد بتاعك هيضيق لان هو هيديك الحته اللي منوره فقط هنا انت بتلاقي دي منوره قوي ومن الاكسبوجر واصله معاك لغايه هنا صح النور اهو خارج اهو الحته دي منوره واصله معاك لغايه هنا عشان هي اوفر اكسبوجر لو انا قفلت الجين هتلاقي الدايره دي بس اللي منوره فتيجي تتضايق بقى صح شايفين ايوه تمام ايوه ايوه انا جربتها دي على اللوميرا اي فعلا لما تقفل الجين الصوره بتطلع كده هتغلب بقى على الحته دي بايه بقى ان انا اركب الشندرير لو انا ركبت الشندرير يبقى انا كده نورت الاوضه من سورسين مختلفين والاثنين منورين للدنيا الاوفر اكسبوجر بيعمل لك بيكسل للصوره كده بتبقى مش واضحه خالص شايفين الاوفر اكسبوجر عامل ازاي زي المره اللي فاتت اعدي لك طب وانت لما بتركب الشندرير بقى بتخليه على كام لا ما دام انت قافله الجين كلهم 100 كله 100 علشان هو هياخد السيجنيفيكانت بس هياخد الاضاءه الواضحه فقط شايف العمليه دي طالعه كلها ايه تاكل على النور اوت اوف فيلد اوت اوف فوكس قصدي العمليه كلها طالعه اوت اوف فوكس عشان انت كنت عامل لها مش فوكس او زي ما بقول لك ايه ده بقى مست ايه بقى بص 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 خلينا بس نركز في الفيديو ده الفيديو ده مست ايه هوريك الفرق بين الجين مفتوح والجين مقفول بص عليها كده يعني انا شغال اهو الاضاءه بتاعه الاوضه هقفلها وهقفل الجين وهتتفرج على الشبكيه بطريقه تانية خالص هتلاقيها مختلفه تماما عن اللي انت كنت شايفها دلوقتي ادي قفلنا نور الاوضه حد خد باله ان نور الاوضه اتقفل صح هتشوف الديسك ده عامل ازاي بعد ما اقفل الجين بص بقى انا هقفل الجين دلوقتي شايفه خدت بالكم لما الجين اتقفل ولا الصوره مش وصلت عندكم لا 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 واضح 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 لا وصلت ضلمت بس انت حاطط شندرير زي ما انت قلت ايوه ما انا حاطط شندرير ما انا قلت لك بس شايف البكسل بقت عامله ازاي الريزوليوشن بتاعه الديسك بقت اوضح ازاي نتفرج على الديسك تاني شايف الديسك كان عامل ازاي يا احمد ايوه ايوه حلو ايوه ايوه عامل ازاي ايوه ايوه انت لما ايوه انا خدت بالي صح تمام ماشي طيب محمد معلش نرجع لحته انت قلت هنجيبه هنعمل فوكس وزوم على ورقه بيضاء على تتكلم على الوايت بالانس الوايت بالانس ما احنا كل ده مش كاتبين احنا كل ده بنتكلم الجين والبرايتنس ده في الوايت بالانس مش كده ولا ايه لا لا الجين ده حاجه بعد الوايت بالانس انت عملت الوايت بالانس تروح تقفل الجين الوايت بالانس هتخليه ازاي هتظبطه على ايه يعني رقم ولا ده زرار بتدوس عليه وايت بالانس هو الميكروسكوب بيعمله اوتوماتيك وده في السيتنجز ورا في زي ما قلت في بتاع الميكروسكوب هو جاي يقول لك كده وايت بالانس سكسسفول خلاص تقوم جاي شايل الورقه ومظبط وتبدا تشتغل بقى طيب تمام وايت بالانس يكون في علمك مش مسؤول عن الاضاءه اكتر ما مسؤول عن الساتوريشن والكالوريشن بتاع التصوير انت ممكن تيجي تشتغل تلاقي الاحمر مش احمر مخضر شويه مزرق شويه وايت بالانس بيظبط الحته دي كمان ده اسمه هيو الهيو معلش يا دكتور احمد والله هي صح هو زي ما احمد قال لك كده بالظبط حبيبي بص على العمليه ديت دي بعد وانت مظبط كل حاجه حاطط الشندرير بتشتغل ديتاشمنت هتطلع احلى تصوير لو انت مشيت بقى بالسيستم اللي احنا فيه الحاجه الثانيه بقى في التصوير انك ما تشوفش النور بتاع البروب ما تشوفش البروب قصدي بتاع النور على قد ما تقدر طب انا عايزه انت في اللوميرا بقى 700 البرايتنس طبعا انت بتظبطها بقى يعني بتظبط الاضاءه زي ما انت شايفها هو ده اللي انا بعمله يعني انا ببص على الشاشه وانزل الاضاءه لغايه ما اشوف على 16 خليها على 16 ماكسيمم 20 البرايتنس عندك في اللوميرا 700 خليها على 20 ماكسيمم ايه انا بعمل اكتر من كده مش عارف مش متاكد طيب عندي سؤال بقى تاني
بس انت ما ينفعش دلوقتي انا ما ينفعش تيجي تقولي لي انك انت حاطه البرايتنس على 20 ومش مركبه شندليير مش هتاخدي تصوير حلو حر. لا ما ماشي اوكي انا معاك. انا عندي سؤال تاني دلوقتي. انا لما بركب انا جربت الفكره بتاعتك دي ان انا اركب شندليير وابعد الاضاءه بعيد. انا ببقى متضايقه انا ببقى حاسه ان اللايت ضعيف. هنرجع تاني برضو هنرجع تاني نقول ان التصوير لازم الجراح عشان يصور لازم يبقى مخرج, واللي عاوز يبقى مخرج لازم يتعلم يبقى مخرج. فانت عشان تتعلمي تبقى مخرجه لازم تتعلمي التصوير كويس. فدي حاجه انت لازم تدربي نفسك عليها. ما ينفعش لو نزلت بالنور لغايه الاي ال ام انسي, لان الهيو هيعلى جدا الاكسبوجر هيعلى. فانت خلاص مش هتعرفي تصوري كويس. وينفع انا اصورك والزق الفلاش في وشك؟ ما هو عمر ما الصوره هتطلع حلوه. استحاله يعني لو عملت ايه يعني. فقصه ان انت تحطي النور وتنزلي بيه لغايه الاي ال ام عشان تشيلي الاي ال ام, استحاله الاي ال ام يطلع واضح مهما عملت. اي خطوه استحاله تطلع واضح. شايفين هنا العمليه متسجله كويس, بس في حاجه مضايقاك ايه هي؟ الروم لايت. انت الروم لايت كويسه جدا وتتضايق بقى بعد ما تشتغل ومصورها كويس جدا ومركز في التصوير بس ناسي انك تقفل النور. وصدقني صدقني يعني هتنسى انك تقفل النور لو انت مش مركز في التصوير. ماشي. طيب انا قبل ما انتقل لمرحله الايديتنج, اي حد معمول الميكروفون بتاعه ميوت يقدر يفتحه ويسالني اي سؤال يخص الحته اللي فاتت, عشان المرحله اللي بعد كده هتبقى مرحله برضو مهمه. انا هسال سؤال. هسأل سؤال اخير على الشندلير. اسئله لغايه دلوقتي قولي. ما انت دخلتني في محقق عمره يا ابني. انت لازم تعرف ان انا كده من وانا صغيره خلاص كده. دلوقتي الشندلير لما بتحطه فين؟ فاني سوبيريور ولا انفيريور؟ فيجن بريفرنس ما لهوش علاقه بالتصوير. ما هو الفكره انه الشندلير ده لما بحطه بيعمل يعني ساعات بيعمل شويه زغلله كده. لا ما هو بعوض اغير مكان. عشان اقول لك بس معلومه, هو برضو البوزيشن بتاع الشندلير ده سيرجن بريفرنس. ماشي. انا واحد من الناس لور نيزل, بحط لور نيزل علشان بستخدم النوز بان انا اعلق عليه ال البروب بتاع الشندلير خلاص, واقدر ان انا اعمل لوبينج على النوز واقفل الشندلير. في ناس بتحط عند الساعه 12, في ناس يكون في علمك بتحط الشندلير اكوردنج للمكان اللي هي عاوزه تشتغل فيه باي مانوال اصلا. يعني في ناس بتركب الشندلير مش عشان التصوير, في ناس بتركب الشندلير عشان تشتغل باي مانوال. انا اصلا بركب الشندلير عشان باي مانوال. انا بركب الشندلير عشان التصوير. هم الناس اصلا طبيعي بيركبوا الشندلير عشان يشتغلوا يا حبيبي, مش عشان يصوروا. لا 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 يا احمد معلش انا معترض. واحده ما في ليه يا عم؟ لا لا واحده بس اقول لك على حاجه. ما فيش حد طلع فيديو واضح شفته انت في اي مؤتمر وقلت عليه واو الا لما يكون راكب في شندلير, حتى لو هو ما بيشتغلش باي مانوال. انسى, مفيش تسجيل هيطلع بيرفكت من غير باي مانوال, من غير شندلير. هيطلع حلو ممكن يطلع حلو بس مش هيطلع بيرفكت. يعني هو ممكن يطلع حلو بس مش هيطلع يطلع بيرفكت. فاهم قصدي؟ يعني هو ممكن يطلع لك حلو جدا بس صعب جدا يطلع بيرفكت. وده اللي انا عاوز اوصله له. يعني ممكن يطلع حلو قوي. اوكي. يعني انا هوريك بس حاجه قبل ما اقفل, بس ما اعرفش هي هتبقى واضحه عندكم الحته دي ولا لا, بس انا عايز اوريك حاجه. بس انا مش باينه عندي اصلا السكرين بتاعتك. مش باينه السكرين كله مش باين. انا قطعت في وقت كده وبعد كده مش راجع تاني. يعني انت بس اللي ظاهر. طب حد يدوس على زوم تاني. دوس على زوم تاني يا دكتور احمد هتطلع لك السكرين. زوم تاني على زوم. دوس على زوم على البرنامج. يعني قصدك تحت البرنامج. ما عنديش زوم تاني. انت محمد ظاهر عندك البرنامج بتاع زوم. البرنامج اسمه زوم اللي احنا شغالين عليه. محمد يا مريم الفيديو اللي انا هشغله ده واضح عندكم؟ واضح واضح جدا. لا واضح جدا. احمد انت شايف الشاشه دلوقتي حبيب؟ طيب انا بس الو شغلت الفيديو ده ليه دلوقتي؟ واحمد حبيب اختفى. احمد حبيب اختفى ولا طيب. انت عملت له ميوت تاني؟ لا ما فيش حاجه والله العظيم. هو خرج ودخل تاني. ادخله تاني من الشبكه. يعني النت عنده وحش فعشان كده خرج اصلا. ما انا لسه كنت هقول له انت غالبا النت عندك وحش. طيب دلوقتي بس انا هوريك الفيديو ده ليه بس دلوقتي, عشان اقول لك حكايه ان لما تصور العمليه بالشندلير حتى لو انت بتشتغل خطوه يوني مانوال التسجيل هيبقى عامل ازاي. يعني دي عمليه عاديه خالص ما لهاش علاقه خالص بان انا هشتغل يوني مانوال. ده حاله في ام تي اصلا, عمري ما هشتغل فيها يوني مانوال اصلا. بس اتفرج شايف التسجيل عامل ازاي.
شايفه النور بتاع اللايت فين يا مريم؟ شايفه النور بتاع شايفاه اصلا؟ انت مش شايفه؟ شايفه الاضاءه بتاعته بعيد. شايفه اصلا الدروب مش واضح ومركب الشندلير. الشندلير بقى هو اللي مديني الاضاءه اللي انت شايفاها الواسعه دي، الاضاءه الكبيره اللي انت شايفاها دي، مش منور لي الحته دي بس، لان انا لو النور اهو اللي هو عندك ده كان هينور دي بس، اما الشندلير مديني الحمول. انا فاهمه اللي انت بتقوله ده، وانا بشوف في التسجيل. ايوه مالك، ففكره ان انت تفتكر انك ممكن تشوف واحد مطلع صوره زي دي كده من غير ما يكون مركب شندلير، انا في وجهه نظري استحاله خلاص. ممكن يكون ايوه بس ده بيبقى التسجيل حلو كده، بس انا مش ببقى شايفه كده. يعني انت عارف صح اللي انا بقوله ده، ان انت يعني بتتفاجئ ساعات ان التسجيل احلى من اللي انت شايفه. المهم بقى، المهم التسجيل حلو. انا مش احنا دلوقتي مش مالناش دعوه. لا لا لا، المهم التسجيل حلو. دلوقتي التسجيل حلو. يعني انا هشيل الاي ال ام، مش مهم البريك. المهم المهم ان احنا شايفين كويس. نرجع بقى للمحاضره بس بتاعتنا علشان نخلص المهم بالنسبه لنا. ماشي. ما نفتكرش بقى، ما نفتكرش معايا ولا مش معايا؟ معاك. ما نفتكرش بقى ان احنا لو 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 سجلنا وخدنا الفيديو وطلعنا بيه ان احنا كده خلصنا. ليه؟ لانك انت لما تاخد الفيديو المتسجل كويس قوي ده بالكاميرا كويسه قوي دي بالكواليتي العاليه قوي دي، هيديك فيديو كواليتي بتاعته عاليه وحجمه عالي. فانت لو مش متعود تعمل ايديتنج وفايلنج مظبوط للفيديوهات بتاعتك، انت بعد 6 شهور بالظبط هتقف. هتهنج. هتهنج ليه؟ لانك انت مش فاهم حته الفيديو اللي هو بيخرج 3 شيبس ده الكواليتي بتاعته تبقى عامله ازاي. حد من اللي معايا عارف الفرق بين الام بي 4 والام او في والبي اس والبي اس دي والقصدي الثاني ده اسمه ايه؟ في او بي. اه اسمه ايه احمد؟ الفي او بي قصدك؟ لا اللي هو الفي او بي اللي هي بتاع من اللوميرا اسمه ايه؟ الام بيج. لا ال بيخرج من اللوميرا ام بيج الام بي 4 والثاني اللي بيخرج من ال من اللوميرا مش او بي. لا 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 اللوميرا ما بيخرجش ام او في، اللوميرا بيخرج حاجه ثانيه. المهم اس تي. ايوه اسمه ايه؟ اس تي. اس في تي. اس ايه يا اخويا؟ اس تي. اس تي اس تي. مهم يعني ST. مهم بس خلينا بس نكمل. الله عليك يا محمد. الاكستنشن بتاعت الفيديوهات دي انا مش عايز اقول لك، انا واقف جنبه في العمليات بتعقد يعني. ما يا عم ده ما قعد مرز جنبي وفي الاخر ما بقول له انت فين يا ابني، يقول لي ما هتفرج على الفيديو بعدين وبينسى يدوس ريكورد كمان. طيب خلينا بس نركز في الحته دي. لو انت لو انت واخد الفيديو بتاعك، لو انت واخد الفيديو بتاعك وروحت بيه البيت ورميته في الهارد ديسك وراه فيديو وراه فيديو وراه فيديو، التسجيل بتاعهم كواليتي بتاعته عاليه، انت على الفيديو رقم 20 هيكون الهارد ديسك بتاعك ال1 تيرا ده خلص، على الفيديو 50 هتكون محتاج 2 تيرا كمان، هتلاقي كل الدنيا عكت في بعضها. فاحنا لازم نبقى فاهمين ان الفيديو اللي خارج ده انا عاوز اعرف الكواليتي بتاعته اولا قد ايه، يعني اللي خارج ده ايه، يعني فيديو كويس ولا وحش، الكواليتي بتاعته عامله ازاي، وابقى فاهم يعني ايه كواليتي، وابقى فاهم يعني ايه اكستنشن. يعني في كواليتي وفي اكستنشن. الاكستنشن دوت لام بي 4 لام او في لاي اكستنشن في الدنيا، بس في مشكله انك انت محتاج انك انت تحطه في اكستنشن بيصغر حجمه وهيحافظ على الكواليتي بتاعته. اقل اكستنشن يعني كويس هو الام بي 4، واعلى كواليتي هي ال 1080. حد عارف يعني ايه 1080؟ طيب البرنامج اولا انا مش عارفه يعني ايه، بس هي 1080 يعني. طيب عارفها. طيب لو انت بتتكلم على الام بي 4 ان هو بتقول ايه احمد؟ بتقول ايه؟ انت بتتكلم ان الام بي 4 ده كواليتي مش كويسه؟ لا الام بي 4 اكستنشن قليله بيكمبرس الام بي 4 يعني الاكستنشن يعني حجم الفايل بيبقى قليل. مساحته قليله. ايوه قليله. بس في مشكله انك انت لو مش فاهم انك انت لما تحوله الام بي 4 لازم تتاكد ان الكواليتي بتاعته زي ما هي ولا لا. ايوه
هو كواليتي. انا بس عايز اقول حاجه، هو حجم الفايل مش شرط يبقى سينونيمس مع الكواليتي، يعني ممكن يكون كواليتي كويسه وحجم قليل برده في البتاع. احنا بقى في السلايد اللي جايه دي هوضح لك الحته دي، انك انت لازم الفيديو اللي انت خلصته تحفظه بحجم قليل وكواليتي عالي. تاني، لازم تحفظه بحجم قليل وكواليتي عالي. طب ازاي تحفظه بحجم قليل وكواليتي عاليه؟ احنا كجراحين شبكيه العمليه بتاخد معانا ساعه وساعتين وساعه ونص وفي ثلاث ساعات، وعم احمد حبيب ومريم بيشتغل اربع ساعات وحاجات كده وافلام يعني. ففكره ان انت تاخد الاربع ساعات دول ام 150 جيجا ولا الثلاث ساعات ام 100 جيجا ولا الساعه ال 30 40 50 جيجا وتحطهم زي ما هم كده، انت مش بعد كده تلاقي مكتبه فوق مكتبه، تلاقي تيك تيك وتلاقي نفسك توه، والكمبيوتر بتاعك مش هيستحمل، والاكسترنال هارد فوق الاكسترنال هارد الثاني هتطول. علمك بس الحته بتاعت انك انت تقلل الاكستنشن وتحافظ على الكواليتي. انا في وجهه نظري انا ما عنديش اي اكسبيرينس اي برامج ويندوز ازاي تعمل القصه دي. انا اللي هقوله لك في الماك، البرنامج البسيط الفريندلي جدا اللي ما فيهوش اي صداع اللي هو الاي موفي، بتفتحه وبعد كده بتدخل الفيديو عليه وتشوف بقى الفيديو بتاعك هتخرجه ايه. لما تيجي تخرجه بتقوم جاي مختار بقى ريزوليوشن دي. طب انا بقى عشان اظبطها لكم بجد بقى هعملها لكم تجربه فعلا، يعني انا هشغل انزل ده كده وهفتح البرنامج. هو الديسكتوب بتاعي باين عندكم؟ باين كده. اه طيب. اه خلاص. طيب انا دلوقتي هفتح البرنامج اللي هو الاي موفي، خلاص، واقوم جاي فاتحه كده. اتفتح الاي موفي عندكم صح؟ فتح كده. اه خلاص. انا عندي فيديو، بقوم جاي رايح على الهارد ديسك بتاعي اللي هو انا خدت منه الفيديو من المستشفى اللي انا شغال فيها في الفولدر. اتفتح الفولدر عندكم صح؟ الفولدر مفتوح. انت مشاور دلوقتي على محمد عبد الغفار بس. بالظبط كده. اقوم جاي ساحب محمد عبد الغفار ده ومنزله تحت في البرنامج. فانا خدت الملف ده على الاي موفي، بقى عندي واحد اسمه كذا كذا والعمليه بتاعته اهي، خلاص. لو انت ما عملتش اللي انا بعمله ده كل يوم، تشتغل فيه، تاخد حالاتك تعملها وتقفل شغلك اسبوعين ثلاثه شهر شهرين، مش هتعرف تعمل حاجه لان الموضوع ده ياخد وقت. طيب انا الفيديو ده زي ما هو، زي ما هو، مفيش اي تغيير. عاوز تعرف الاول، انت عاوز تعرف الاول الفيديو ده اللي انا خدته حجمه عامل ازاي، كواليتي بتاعته عامله ازاي، الكاميرا اللي انا كنت بصور بيها كاميرا 3 سي سي ولا 1 سي سي، كاميرا ضايعه يعني ولا كاميرا مظبوطه. تروح على الزرار ده، شايفينه انا دوست عليه ده، حاجه اسمها فايل، دوست عليها. لو لقيت الريزوليوشن دي اللي انا دوست عليها دلوقتي دي اختارت لك 1080، يبقى الكاميرا اللي انت سجلت منها دي 3 سي سي. ممكن تاني تقول لي انت دوست على ايه؟ دوست على ايه يا محمد؟ ما جاتش عندنا. تاني. كأنه هيعمل اكسبورت للفيديو يعني. اكني بعمل اكسبورت للفيديو، خلاص؟ زرار اهو فوق اهو اسمه اكسبورت. ايوه. شير. زرار الشير اللي فوق ده. ايوه، وبعدين ضغطت ايه بقى بعد ما دوست عليه؟ فايل 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 فايل. لا اصل انت صورتك مخبيه. ماشي، صورتي مخبيه وانا عندي صوره ليه اصلا اهو. فايل واضح الفايل ده؟ ايوه. اه كده ظهرت. اه كده افتحه. في خانات، خانه اسمها ريزوليوشن. ايوه الريزوليوشن دي لو لقيته مش مظهر لك ال 1080 دي، يبقى معناها ان الكاميرا اللي انت شغال منها كاميرا ايه؟ اقل من 3 شابس، اقل من 3 سي سي، اقل من 3 سي سي. يعني انت يا احمد يا حبيبي لو عايز تعرف الميكروسكوب اللي عندك 3 سي سي ولا 1 سي سي، حط الفيديو على الاي موفي. لو لقيته معلم لك على 1080، يبقى الكاميرا اللي عندك 3 سي سي. هو بيطلع 1080 فعلا. انا ايوه بس انا فيديو. بس انا بعمل، انا عندي كذا ادابتور، يعني انا بعمل بدخله على الجيم الجاتو، بعد كده بطلعه على الكمبيوتر. انا مش متاكد اذا كان هو عامل ايه بالظبط. المهم يعني خلاص. طيب انا صورت في ميكروسكوب عيني ولا ايه؟ انا صورت بميكروسكوب، خلاص. انا همسح ده كده علشان ايه؟ اوريكم المثال التاني. انا عملت
بص يا محمد معلش، انا بس انت كنت بتقولي ان انت يعني اعرف اذا كان ده 10 تمانين ولا لا، يعني اعرف منه الكمبيوتر ولا لا، في الميكروسكوب ولا لا، في 3 تشيبس. بس انا عندي ادابتور في الوسط، فهمت؟ اذا هو هو ده اللي ممكن يطلع 10. الادابتور اللي في الوسط ده، الادابتور اللي في الوسط ده ما بيقللش، الادابتور اللي في الوسط ده بيعلي ما بيقللش. ممكن يعلي ممكن يطلع لي 10 تمانين وهو اكشلي داخل له مش 10 تمانين. لا يا حبيبي، هو ما ينفعش يبقى 720 ويديه لك 10 80، وممكن يبقى 10 80 ويديه لك 720. ما ينفعش العكس، يعني ما ينفعش سيجنال طالعه لك 720 من كاميرا الادابتور يخليها لك 10 80. هو ممكن يكون السيجنال اللي خارجه لك 10 80 وانت ما عندكش الادابتور بتاعها، فانت تلقطها 720. فاهم قصدي؟ فاهم قصدك. بس طب انا هوريك الفيديو التاني ده. انا نزلت فيديو كنت شغال على ميكروسكوب، ونزلت الفيديو واخدت الفيديو زي ما انا عملته كده وحطيته. واحده بس كده اهو خلاص. وجيت الفيديو ده واضح عندكم، عملت اكسبورت فايل اهو. وعملت اكسبورت لقيته مش معلم لي على 1080. حد واخد باله ان ال 1080 مش منوره؟ واضحه. خلاص يبقى الفيديو ده ايه؟ لو كواليتي حاجه من الاثنين بقى. ماشي، لا الفيديو ده انت اوريدي كنت مسجلاه 1080 واخداه 1080، بس روحتي حولتيه في برامج تحويل، حولتيه ببرامج تحويل، وبرامج التحويل راحت مضيعه لك ال 1080 ومديهولك 720، او ان انت اوريدي مسجلاه 720. متفقين ولا مش متفقين؟ متفقين. ماشي، لو انا عندي فيديو تاني اوريك، بس فيديو تاني رحت واخد الفيديو ده كده ومنزله هنا. اوه ثانيه واحده بس عشان الدنيا ايه هنك. رحت واخد الفيديو ده كده وحطه هنا. يلا عم بقى اشتغل، ما تفضحناش. ده البرو ده ولا ايه يا محمد؟ والله يا السلام عليكم. ده كويس ان هو شغال. معلش المقاطعه، انا مش انا ازيك يا محمد باشا الاول، محاضره عظيمه جدا، اسف. اهلا ازيك يا مصطفى. ازيك يا باشا عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ دكتور مصطفى اخبارك؟ يا عم دكتور ايه بس يا عم؟ محجور. معلش انا اسف للمقاطعه، بس انا فقدت الصوره. انا متابعك بقالي كتير بس من الاول يعني، بس فقدت الصوره، انا مش شايف حاجه خالص. هو حصل حاجه ولا ايه؟ ممكن تخرج وتخش تاني بعد اذنك؟ اخرج خالص من الـ من الابلكيشن وادخل تاني. ماشي. وقت بس ما يخش تاني عشان بس اقول لكم على الحته ديت بس اللي هي بتاعت التسجيل دي. دكتور محمد ممكن اسال سؤال بما يجي؟ الله يسلمك. اكو نقطة ما حكيت لنا عليها، اذا ممكن بنهاية الفيديو بعدين تكلمنا عليها. اكو يربطون بيم سبليتر دي اس ال ار و كاميرا مثلا. تمام كده، الصورة رجعت تاني. شكرا لك. تاني كده دكتور عمر بعد اذنك، تفضل تاني بس تفضل. عفوا، بعدين جاوبني على هذا السؤال على راحتك. بس اكو فد نوع من التسجيل مو بالموبايل، ولا تسجيل مباشر عن طريق الميكروسكوب اللوميرا 700 او اللايكا. اكو بعض اليوتيوبر يعني شايفهم حكوا على موضوع يسجلون بدي اس ال ار زائد مثلا كاميرا سوني او هيك شيء تقعد او كانون. بالضبط. ناس كتير عملت جربها حضرتك؟ ناس كتير عملت كده. انا ما جربتهاش. ما مقربها حضرتك. هذا انت هتلاقيني بس هنا في المحاضره بقول لك اللي انا اوريدي فعلا جربته، ما عنديش يعني ما حطيتش في المحاضره الحاجات اللي انا ما جربتهاش اصلا. بس ناس جربت الدي اس ار ومطلعه منها تسجيل كويس جدا. بس يكون في علمك بقى معقد اكتر بقى من اللي احنا بنتكلم فيه ده. يعني تعقيدات اكتر، تفصيلات وتعقيدات اكتر من اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده. ها بعد معقده اكثر، لذلك حبيت اسال. طيب هرجع تاني بقى للفيديو دوت. لما احنا مثلا نشوف الفيديو ده كده، لما تيجي تعمل هنا كده هتلاقيه مطلع لك ايه هنا؟ حد خد باله الرساله اللي طلعت دي؟ لا تاني كده. واضحه يعني. ثانيه واحده.
مكتوب ايه بس كده؟ اي موفي ماست كومبليت اذر تاسكس بيفور بيرفورمينج ذس اوبريشن. الفيديو بقى اللي انا نزلته ده دلوقتي على الاي موفي علشان ابدا اعمل له كونفرت او اتحرك معاه، ده فيديو 4K مده العمليه دي مده العمليه دي 25 دقيقه. عايز بس اوصل لكم بس معلومه، المساحه بتاعت الفيديو ده وهي متصوره 4K، اوريكي بس مساحه متصوره 4K عشان بس نلغي بقى فكره ان انت ممكن تشتري 4K بس خالص يعني، بس عشان هي خالص وحشه جدا. ال 4K ديت مساحه الفيديو ده 90 جيجا، مده الفيديو دوت بالظبط عشان بس ابقى يعني قايل على مدته بالظبط، مده الفيديو ده 25 دقيقه. انتوا متخيلين انا مش عارف اعمل اديت للفيديو ده اللي لما يحصل له امبورت اصلا على الاي موفي؟ يعني انا لغايه ده مش عارف اعمل فيه حاجه. في وقت هناخده، شايفين السيركل دي، في وقت هناخده اصلا عشان الفيديو يتعمل له امبورت على الاي موفي، ولسه في وقت هناخده. الصوره مش فارقه بصراحه قوي برضه. ها الصوره مش فارقه جامد يعني؟ مش فارقه اصلا خالص، انا في وجهه نظري ان هي مش فارقه خالص. طيب نلغي بقى الفيديو دوت عشان بس نبقى بس كنت بوصل الحته ديت. هو مهم يعني ان انت لما هتعمل شير هيطلع لك خانه ال 4K، ماشي؟ لما تعمل شير هيطلع لك خانه ال 4K، فانت كده عرفت ان الفيديو اللي انت مصوره ده كان 4K، ماشي؟ هتعرف ساعتها ان الفيديو اللي انت مصوره ده 4K. انا هرجع تاني بقى للفيديو اللي احنا مصورينه عادي، خلاص؟ احنا مصورين فيديو عادي الكاميرا العاديه بتاعتنا اللي هي 3 سي شيبس دي، وخدت الفيديو اللي هو كان محمد عبد الغفار ده اللي احنا كنا بناخده دوت، ودي مش لازم امسح دي تاني، خلاص هو محمد عبد الغفار ده هناخده. لو انت ما خدتش محمد عبد الغفار ده على طول ورحت عامل له ايديت وخرجته باكستنشن قليله وحافظت على الكواليتي، محمد وحسين وعلي هيتحطوا في بعض فاللايبرري بتاعتك هتكبر. ازاي بقى؟ نرجع تاني لنقطه انك انت لازم تبقى فاهم ان الام بي 4 بيعمل كومبريس للفيديو والكواليتي لازم تركز فيها. فانا لما اضغط على محمد دوت واروح اعمله اكسبورت، انا لازم امسح ده، ثانيه واحده بقى لازم امسح ده عشان نرجع نشتغل. بيتمسح، استنى ده، شفت الفيديو ال 4K عمل فينا ايه؟ عطلنا العطله دي كلها علشان قصه اللي هو لازم يخلص انه ينزل الاول على البتاع وبعد كده المهم قبل ما نخلص. فانت لو انت عندك ويندوز مش عندك ماك وبرامج الويندوز بتاعت التحويل، فانت خدت الفيديو اللي هو الكبير قوي ده ورحت حطه على برامج تحويل علشان تحوله من الاكستنشن العاليه لاكستنشن قليله اللي هي ام بي 4، ممكن تفاجئ ان الام بي 4 قلل لك حجم الفيديو بس خسر لك الريزوليوشن بتاعك. فانت ممكن تشوف انك مسجل فيديو كويس وفي الاخر لما خدت الفيديو لقيته وحش. برنامج الاي موفي اللي موجود في الماك والفاينل كات دول فيهم مميزات انك تقدر تعمل حجم صغير وفي نفس الوقت تحافظ على الكواليتي بتاعك. انا ما عنديش اي اكسبيرينس على اي برامج تخص الويندوز. انا اسمع ان في برنامج اسمه فيلمورا باين، ولا مش عارف اسمه فيلمورا، مش عارف اسمه يعني، ده ما عنديش اي تفاصيل. كنت اسالك على حاجه برضو بعد اذنك. الريزولوشن اللي بيخرج من اللومير اي اللي هو الاس تي ده، لما حتى بنحوله بالهاند بريك لام 4 بيطلع لونه احمر كده او تشيزو فريد. بص يا مدحت بقول لك انا ما عنديش اي اكسبيرينس نهائيا خالص. لا الهاند بريك ده، الهاند بريك ده هو ده ماك يعني. انا ما عنديش برنامج كونفرت. لا انا 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 اللي بقوله لك ده، اللي انا بقوله لك ده مبني على الاي موفي. فانت لو انت بتستخدم اي موفي هتقوم جاي، ما هو ما بيقبلوش اصلا، ما بيقراوش، ما بيقراوش الاكستنشن. لا لا هو قصده الهاند اللي كونفرتر بتاع الماك. انت عاوز ايه من الكونفرتر بتاع الماك؟ هم احنا عندنا الكمبيوتر تاني بيطلع تي اس. طيب انا بس بيطلع اكستنشن تاني. تقولوا لي ممكن لو سمحت تقولوا لي الشاشه دي عندكم بتاعت الاي موفي؟ اه عندنا. هنرجع تاني بس للاكسبورت، هنرجع تاني بس للاكسبورت. لو انت عاوز تحافظ على الاكستنشن بتاعك هتكتب هنا الاسم بتاع العيان، ماشي؟ وتكتب التفاصيل بتاعته هنا، الخانه دي والخانه دي هتسيبها زي ما هي ودي هتسيبها زي ما هي. هنا بقى هيبقى الحته المهمه، هتخلي بالك هنا مكتوب كام جيجا،
2.83 2 جيجا و8 من 10 صح؟ ده الفيديو بتاعك. لو انا دوست على بيست هيطلع كام؟ 17. لو بيست دي يبقى امتداد الفيديو بتاعك ام او في، وانا لسه 10 كاتبين وما انا فوق. انت خد بالك؟ لو انا خليتها هاي هيبقى كام؟ نزلت كام بقى بحجم الفيديو؟ 2 15 كتير. بس تحفظ على ايه؟ على كواليتي، على ريزوليوشن. يبقى رقم واحد ريزوليوشن، رقم واحد هتعملها تاخد الفيديو. طب ايه الفرق، ايه الفرق بين الهاي والبيست كواليتي اذا كانت الريزوليوشن ما تتغيرش؟ ده الاكستنشن يا بوب، بس كده. ده الاكستنشن، ده الكومبريس بتاع الفيديو. ايوه بس بقول كواليتي، ان هو قصده ايه بالكواليتي ده؟ هي اذا كانت الريزوليوشن كويسه، ما هي دي عارف الحاجات دي، ديت اللي هي يعني انت لما خدت الفيديو بتاعك خدته بنفس الحجم بتاعه، فهو بينزل لك الحجم ويديه لك بالهاي كواليتي، بس الريزوليوشن بتاعته زي ما هي. الريزوليوشن دي هي المهمه عندنا، مش دي هي دي اللي بتتحكم في البكسل بتاع التصوير. الهاي كواليتي دي عارف، واللو دي عارف زي ايه؟ عارف زي الصوره الرو والصوره الجي بي جي. بس مش تفهم معايا يا احمد، يعني فيها معلومات داتا اكتر بس مش تفرق معايا في ال... مش هتفرق معاك الصوره نفسها. اه بالظبط كده، هتفرق معاك في الداتا اكتر لو انت بتشتغل بروفيشنال اكتر او عايز تعمل فيها حاجه معينه، بس مش هتفرق معاك. ايوه فهمت. طيب طب محمد، انت جبت الاكستنشن منين؟ يعني انت عرفت ان ده اكستنشن منين؟ يعني الاكستنشن مش عملت نيكست كل واحده فيهم جربها؟ جربها تطلع ايه؟ لا يعني دوست على نيكست. ما انا لما ادوس على نيكست هو هيحصل لها اكسبورت، فانا عملت مره بالهاي وعملت مره بالبيست وعرفت كل واحده فيهم بتطلع اكستنشن شكله عامل ازاي. اه 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 طيب انا اصلا الفيديو وجربت الفيديو هنا وجربت الفيديو هنا، لقيت الاثنين نفس الكواليتي. كل الفيديوهات اللي انت شفتها في المحاضره دي كلها الحلوه دي كلها ام بي 4 عاديه خالص على هاي كواليتي دي باش اي بيست خالص. عارف انا بدات اركز في الموضوع ده ليه؟ لان انا خلصت هارد ديسك 4 تيرا وكلهم كانوا على البيست. انا رحت واخد الفيديوهات دي كلها ومدخلها تاني على الاي موفي وخليتها هاي علشان اخلي الاربعة تيرا دول واحد تيرا. تمام تمام ماشي. في حاجه تانية انت ممكن تعملها علشان تحافظ على الحجم بتاعك. انت لما تيجي تشتغل فيديو زي ده، انت بتيجي تشتغل عمليه زي دي، انت اصلا بتشتغل حاله فيتريكتومي، كل الخطوات اللي انت عملتها في الاول دي شيلها، فاعمل اديت بسيط وسريع للعمليه بتاعتك وحط الجزء المهم بتاعك وخلاص، وبعد كده شيل الباقي. انا دلوقتي بعمل حاجه تانية بقى، انا دلوقتي بخلي اللي واقف معايا في العمليات يستارت ريكورد ويند ريكورد في الحاجات اللي انا عاوز اعمل لها ريكوردنج. بس عيب الحته الاخيره دي اللي هي انك انت تسجل وما تسجلش الحته الحلوه اللي انت عاوز تسجلها، لا ان ممكن في الفتره اللي انت ما بتسجلش فيها يحصل لك حاجه في العمليه تكون محتاج التسجيل بتاعها. دي بس عيبها الوحيد، بس ميزتها ان هي بتختصر الحجم بتاع الفيديو وخلاص. فانت ممكن تلاقي معاك فيديو 3 4 جيجا. لو انت مش متعود تعمل اللي انا بقول لك عليه ده دلوقتي، كل يوم ما تخلص لسته العمليات بتاعتك وتاخد لسته العمليات تعمل فيها كده، احجام الفيديو هتتغير، اللي هتكبر وهتتوه، هتبقى بقى مش عارف بقى تودي الفيديوهات، والكمبيوتر بتاعك هيتقل وهتبقى حالتك صعبه جدا زي ما كانت حالتنا صعبه. فنتعلم بس حته ان انا احافظ على الاكستنشن بتاعي لايف. طب انا افرض عملت اوريدي اديتنج، عملت قصدي كونفرت، وعاوز اعرف الفيديو بتاعي اللي انا عملت له كونفرت دوت بيطل اتش دي ولا 1080، زي ما انا وريتك الفيديو اللي انا وريته لك ده، انا جيت حطيته بعد ما صورت وعملت له كونفرت ورحت حطيته على الاي موفي، لقيته مش مديني الاختيارات اصلا بتاعه ال 1080، يبقى معنى كده ان الفيديو ده مش مدين. حاجه ثانيه اللي المفروض تعملها، لو انت عاوز بقى تخلص القصه بتاع التسجيل، لو انت راجل بتسجل كويس جدا ومحافظ على تسجيلك كويس جدا وفي نفس الوقت بتعمل ايديتنج كويس جدا للفيديوهات بتاعتك بس ما بتعملش لايبرري مظبوط، برضه هتضيع مجهودك، هيضيع. فانت لو ما بتعملش لايبرري اول باول يوم بيومه خلاص هتضيع المشكله دي بالنسبه لي. انا متعود ان انا اعمل اللايبرري بتاعتي في خانه هنا كده اسمها نيو. النيو دي اي فيديو جديد انا لسه عامله او اي عمليه جديده انا لسه عاملها بقوم جاي حاططها هنا كده، ودي العمليات بحجمها بكل تفاصيل العمليه من اولها لاخرها. يبقى العمليات دي لسه ما تعمل لهاش ايديت، بعد ما بتاخد العمليه دي وتعمل لها ايديت ترميها بقى على حسب هي في انهي فولدر من دول، هل هي في حالات ارضيه، هل هي حالات بي في ار، هل هي حالات فيكو،
هل هي حالات انترا اوكرا فورم بودي، هل هي حالات تي ار دي، وترمي العمليه في الفولدر ده اديتد. فانت تيجي تبص على تي ار دي تلاقي كل تي ار دي اللي موجودين دول كلهم اديتد، كل فيديو منهم تلاقيه 5 دقائق 4 دقائق، بتحط فيه الحتة المهمه بس، ما بتاخدش الفيديو كله وتقعد بقى ايه 3 ساعتين اللي انت قاعد اشتغلت بيهم كلهم تحطهم في الفيديو. مش هتحتاج انك تشغل الساعتين كلهم، فحرام جدا ان انت بقى ايه تقعد تشغل تحط الفيديو بحجم الطبيعي. فهتفاجئ ان انت معاك اكسترنال هارد ديسك 2 تيرا ومكفيك، عكس زمان لما كان معايا 4 تيرا وخلصوا. ماشي، متابعين معايا ولا مش متابعين معايا؟ تمام. فالمكتبة بتاعتك اللي هي بتبقى شبه دي كده لازم تبقى جاهزة وتحط عليها الفيديو. صدقني لو شهر واحد عدى من غير ما لايبرز المكتبة الفيديوهات بتاعتك هتتوه، وكله بقى ما تبقاش عارف انه مثلا انت عندك محاضرة ما تبقاش عارف تطلع بقى دي من دي ولا دي. الفيديو ده الجزء ده برضو مهم. ممكن اضيف في نقطة صغيرة دي بس؟ معيش كوي باشا اتفضل. لا يعني هقول حاجه بس يعني اقتراح او حاجه كانت موجوده بالنسبه لموضوع ان انت بتسجل بس الجزء المهم في الحاله. احنا عندنا الميكروسكوب زايس في البلت ان كاميرا بتاعته، فاحنا عاملين بروجرامنج للكاميرا ان هي تقطع يعني ما تسجلش لاي مده اكتر من 10 دقائق او اكتر من ربع 12 دقيقه تقريبا. وبالتالي هو كده كده الفيديو بيطلع متقطع، فانت بعد كده لما تبص على الفيديو بتاعك لو في حته مش عاجباك او حاسس انها ملهاش قيمه قوي ممكن تمسحها من الاول خالص. في النهايه انت سجلت كل حاجه بالظبط كده. بالظبط، بس ما بتحتاجش تعمل ايديتنج، انت عندك الفيديو متقطع حتت صغيره فممكن تستغنى عن الحتت اللي هي مش مهمه قوي بالنسبه لك يعني. ودي اصلا مصطفى كويسه لانها اصلا انت عارف اصلا هو ليه متقطع الفيديو؟ لا مش عارف ايه بيتقطع، مش فاهم مش فاهم السؤال. 700 بيطلع الفيديو متقطع؟ لا مش عارف مش عارف فيه. انا فهمت إن... نعم ده مش ده مش سيتنج انت عامله بالكاميرا، هو اصلا كل النوميرا بالظبط ده سيت اوكي هو اصلا سيت اب بالشكل ده لان الفايل بتاعك كبير بتعلم الفيديو فما بيقدرش يسجل لك اكتر من ربع ساعه، فبيقطع ويبدا يسجل من جديد كل ربع ساعه يقطع ويسجل من جديد. ده معناه اللي عندك دي 700 اللي عندك دي 3 شيبس والكي بتاعتها كويسه جدا. تمام، طلع لك بقى ده اللي في المنشر برضه الاربع فيديوهات دول اللي هم يا احمد حاطين البلت ان ريكوردنج، لان لما انت بتحط البلت ان ريكوردنج وتحط اليو اس بي على الكاميرا بتطلع لك. ايوه احنا لما بنسجل على اليو اس بي برضه بيقسمها كده. قصدي ان ديت ديت بتبقى كده. المهم برضه الحاجه الثانيه برضه اللي انا عايز اقول لكم عليها انك انت وانت شغال في العمليات لو عاوز تسجل كويس لازم تخلي اللي معاك يساعدوك، لانك انت لما بتبقى بتشتغل في مجال التصوير عموما مفيش واحد بيصور لوحده، فبتلاقي واحد بيصور واحد اسمه كاميرا مان وواحد اسمه مش عارف اللي بيهرش للكاميرا مان والتاني اللي مش عارف بيصرح للواقف. مش الفكره كلها انك لازم يبقى معاك تيم، فالتيم ده لازم يخرج لك الصوره كويسه ويخرج لك التسجيل كويس. انا معايا التيم دوت اللي شغال معايا في اوضه العمليات، مش معتمد على الدكاتره، انا معتمد على موظفين غرفه العمليات هم بيشاركوني في التسجيل. معايا موظف يكون في علمك اللي هو على الشمال ده اللي بيعمل كل حاجه بقى، ده اللي بياخد الفيديو ويعمل له كونفرت ويقطعه ويطلعه من الام او في للام بي 4. انا بطلت اعمل الكلام ده كله، هو اللي بقى بيعمل كل الكلام ده. هو كل الفكره ان هو بيديني الفيديو وانا اللي احطه في اللايبرري بتاعي. اختصرت وقت طويل. هو اللي بيركز في الفيديو على الشاشه العرض يقول لك الخطوه بتاعتك دي اوت اوف فوكس ولا لا، انت اوت اوف فيلد يا دكتور، يركز معاك كل التفاصيل دي كلها هو بيساعدك فيها. فما تفتكرش ان هو شخص واحد بس يقدر يعمل كل ده. لو انت عودت الموظفين اللي عندك في غرفه العمليات يشاركوك ويساعدوك هيحلوا لك الموضوع ده كله. طب ده الايديوكيشن بتاعي يا محمد، يعني ده مع حاجه سبيشاليزد حاجه ولا انت علمته بس مجرد ان انت علمته؟ ده كان عامل الامن اللي موجود في المستشفى. يفتح الباب، كان بيفتح الباب بتاع المستشفى فقط لغير، دي كانت وظيفته، كان بيفتح البوابه للعربيات تخش. انا عاوز اقول لك دلوقتي انا عاوز اقول لك ان الشخص دلوقتي ده بقى مدير العمليات. طبعا يا ابا يلا ربنا يحفظك ويحفظك. هو تفرق من واحد لواحد يعني. مريم انت لسه معانا؟ اللي بشكل ده خرجت من غير ما تعرف. طيب انت عارفين الفيديو اللي هيشتغل ده فيديو ايه؟ يعني فيديو ايه تقصد؟ انت شايف الكواليتي بتاعته عامله ازاي؟
طبعا كواليتي جميله جدا. هو ده بقى اللي بقول لك عليه احمد يا حبيب. بص عارف الفيديو ده متسجل بكاميرا ايه؟ ايفون. ما انت كاتب اهو اكس. انا لما بقى جبت الايفون اكس وركبته على الادابتور طلع بقى التسجيل الخرافي اللي انت شايفه. انت متخيل الادابتور اللي هو الميزه الثانيه بقى في التسجيل اللي بالكاميرا انه بيسجل لك صوت كمان. انت سامع الصوت ولا مش سامعه؟ اه اه سامعه. دي ميزه بقى الصوت. انا بقول لك بقى ان الكاميرا دي جامده جدا يعني. والكاميرا دي بقى في انا عاوز اقول لك هي دي هي دي حل كويس جدا بس حل ما احسن ما ينفعش يبقى ثابت لقطه العمليات. هي دي الفكره. ده اللي فاتت احسن. دي بقى بكاميرا 3 سي سي تخيل. يعني اللي فاتت دي كانت بالادابتور اللي هو بتاع الزوميكس ده. بس الموبايل زي ما انت شايف حصل له ابجريد. الموبايل نفسه عملنا له ابجريد. الكواليتي عامله ازاي؟ وهنا بس دي زي ما بقول لك دي حل يعني ينفع لشخص واحد. هو ده اللي يمشي بيه. ايوه بالظبط. ماشي يبقى لقطه عمليات. ايوه بالظبط كده. بس انا عندي في المستشفى حاطه للمستشفى على فكره. انا سايب تليفون وقت العمليات. انا في اوضه عمليات عندي ما فيهاش كاميرا فانا حاطط فيها التليفون واحد شاري تليفون لاوضه العمليات ديت حاطط فيها الادابتر دوت والممرضه اللي في اوضه العمليات اللي مسؤوله هي اللي بتسجل. وبعد اخر اليوم الموظف اللي هو اللي انا قلت لك عليه اللي مش قلت لك عليه ده بياخد الموبايل يفلتره وينزله ويحطه على الكمبيوتر بتاع العمليات وكل حاجه. فبنستخدمه عادي كتسجيل اوضه عمليات عادي خالص. شويه بقى بس انا عاوز بس اوري حاجه بقى ان الكاميرا بتاعت التليفون دي اللي مش هوريكم بقى الحاجات دي كلها ان هي بتسجل اكسترا اوكلر حلو قوي. شايفين الاكسترا اوكلر عامل ازاي؟ ده بيتصور من موبايل برضه. بس من كاميرا الميكروسكوب برضه توصل مش كده؟ لا ده من موبايل. لا. من السايد تيوب بتاع الميكروسكوب. دومكس. لا انت ده كده الموبايل مباشره يا محمد. لا لا على الـ على الـ على الادابتر. ما اصل الدكتور احمد عندنا بيشتغل بالميكروسكوب اكسترا اوكلر. انا قصدي يعني ان هو بيبقى كويس جدا في الاكسترا اوكلر كمان بيبقى تحفه زي ما انت شايف كده. بس خلاص انا خلصت بقى. شوف بقى لو حد محتاج اي اضافه لاي حاجه انا جاهز. دكتور احمد انا عندي سؤال ادون في السميله. الله يسعدك. حضرة عظيمه جدا 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 بصراحه. فيها انسايت عميق قوي يعني. تسمح لي؟ العفو. تفضل حبيبي تفضل. اكو اجيت حكيت على شيء اسمه ادابتد ادابتر اللي هو يغير الفوكس. ادابتر ادابتد فيديو ادابتر. هذا وين نلقاه؟ تقول ايه؟ وين ممكن نلقاه؟ انا مصر يعني هذا لو مش مصر على اي بي موجود ويب سايت ممكن ابعت لك اللينك بتاعه تشتريه عن طريق سوي فضل. كم سعره تقريبا؟ لا هو غالي عامل 2000 دولار. هذا يعمل اوتو فوكس لو همين لازم مساعد عمليات يعمل الفوكس هو اللي بيظبط الفوكس معاك ويظبط فتحة العدسة وتتحكم انت بالكاميرا عن طريق الفيديو ادابتر ده. تتحكم في كواليتي الكاميرا والصورة اللي خارجة للكاميرا عن طريق الفيديو ادابتر ده. وهذا يربط بس ويا الكاميرا خلينا نقول مال لوميرا او هيجي لو ممكن ويا دي اس ال ار وانت بتشتريه. لا اي كاميرا انت بتشتريه هو بيطلب منك في الويب سايت تحدد نوع الكاميرا ونوع الميكروسكوب. ها هذا امكن تقدر تدزنا الرابط اكون شاكر لك. هحاول اجيبه لك على طول ان شاء الله. انت عندك الله يبارك على الفيسبوك ممكن تبعت لي على الماسنجر وانا هبعت لك اللينك عليه. طيب ان شاء الله برضه اللينك يا محمد بتاع الادابتد فيديو ادابتر ده بعد اذنك. وهل بقى لو انا جبته هحتاج المسؤولين عن الميكروسكوب بتاع زايس هم اللي يجوا يفكوا الكاميرا ويركبوا الادابتر ده ولا ممكن هي بتاع كده تشيله وتحط الكاميرا فيها؟ موضوع سهل جدا. او حتى لو هم عاوزين يجي يعملوها مفيش مشكله بس ده حاجه سيمبل جدا مش محتاجه اي حاجه خالص. فيري سيمبل يعني. تركيبه فاهم.
ربنا يكرمك يا محمد. ما يعني مش عايز اقول لك اللي انت عملته ده ساعدنا كتير قد ربنا يجعله في ميزان حسناتك ومشكورين جدا جدا يعني. والله يعني بنكفينا احنا بنسمع صوت بعض مش اكتر. الله يكرمك حبيبي. لا ده كتير قوي والله ربنا يبارك فيك. كنت عايز اسالك حبيبي الاتموس هل نجيبه منين؟ الاتموس من امازون, انا اشتريته من امازون. بس تشتري اللي هو نينجا 7, السيريز بتاعه اسمه نينجا 7. نينجا 7. اوكي نينجا 7 ماشي, لان الاتومز ده من زمان فهو ليه كذا سيريز. لما جبته دوت نينجا 7. تمام. لا هو مريح محمد, يعني انا لما بسافر مثلا السعوديه اشتغل باخده معايا في شنطتي عادي بتاعه السفر بتاع صغير كده, باخده معايا بروح اوصله. يعني انا اروح احطه في الميكروسكوب اللي موجود اللي انا بشتغل فيه مش عارف ايه, مسافرت في اي مكان باخده معايا في كل حته, احطه في شنطه العربيه. يعني ما لهوش اي سوفت وير زي الاركوس بتاع زمان تقدر تعمل بيه ايديتنج والابجريد بتاع الاركوس اصلا زعيم. ايه الاركوس زمان, بس الاركوس ده انتهى بقى. ده كان زمان. طيب محمد, حته بتاع الوايت بالانس والجين, يعني انت قلت ان احنا الجين ده هنخليه صفر مش كده؟ الجين ده لازم يبقى صفر. بس هو انت قلت مقابل لازم يبقى الاضاءات عندك عاليه. بالشاندلير. خلاص انا متفق معاك ان هو التصوير عشان يطلع حلو لازم شاندلير. طيب الجين ده مكتوب, انت قلت مكتوبه البوينت دي مكتوبه في زايس برايتنس. برايتنس. طب انت قلت البرايتنس هنخليها من 16 ل 20 في زايس مش كده؟ يعني هي لو في اللايك هخليها زيرو, اللايك في الزايس اسمه جين اصلا في اللايك. بس انا اقصد في اللايك برضه انا هخليها زيرو. في اللايك هيبقى زيرو, بس هتتضايق بقى لما تلاقي الجين زيرو زي ما انت شفت في الفيديو اللي انا وريته لك, هتلاقي الاضاءه راحت مقفوله كده. لا ما انا كنت مبسوط ان الاضاءه منوره, قفلت ليه كده؟ قصدي تعوضها بقى بانك تدي له اضاءه ثانيه, فالاضاءتين التانيين هياخد هو منهم السيجنيفيكانت ويديك بقى الريزوليوشن. انك زي ما انت عارف زي السونار كده لما بتعلي الجين بتاع السونار بيديك ديتيلز بس ريزوليوشن ضايعه, بيديك كل بقى حاجه موجوده في الفيتروس كافيتي. اما لما بتقلل الجين بتاع السونار بيديك السيجنيفيكانت باثولوجي اللي موجود بس في الفيتروس. هو نفس القصه هنا, انت مش عاوز تعلي الاكسبوجر والجين, هو ياخد اللايت سيجنيفيكانت بس. طيب سؤال تاني يا محمد بعد اذنك, احنا دلوقتي لو انا عملت فوكس على السكرين اللي قدامي, هل انت قلت مش ممكن تبقى فوكس على السكلير وفي الاي بيس تبقى مش فوكس؟ حلو. طيب لو حصل ده هل مش انت ممكن تعمل تغير الاي بيس, تغير الباور بتاعها بحيث ان انت تعمل فوكس؟ رينج كبير قوي بتاعنا في الميكروسكوب يا زعيم, احنا عندنا ديبس فوكس محترم لا يقارن باللاين اوف فوكس اللي موجود في الكاميرا. انت استحالة توصل للحتة دي, انا ما قابلتهاش خالص. يعني ما قابلتهاش خالص ان انا ابص على الكاميرا الشاشة لقيتها في الكاميرا لقيتها في الاي بيس مش شغال. ان مهما الدنيا عندك اكيد انت في رينج واسع, احنا بنشتغل في خط رفيع عاوزين نصوره ونطلعه الكواليتي بتاعته عالية, وبنشتغل في اريا كبيرة في الميكروسكوب, فطبعا صعب انك انت في الاخر تبقى في الاطراف يعني. تمام ربنا يكرمك يا محمد بداشة والله. اسفين ان احنا عطلناكوا وسهرناكوا كده. يا عم عطلت ايه بس, احنا منتظرين المحاضرة دي من زمان يا ريس. لا المحاضرة فعلا مميزة جدا والله, شغل معلمين كبار يعني. لا عظيمة جدا يعني, تشكر جدا والله يا محمد. كده يخليك يا مصطفى بيه والله, يعني احنا لسعداء ان انت يعني شاركتنا والله, دي حاجة يعني تبسطنا الصراحة. يا باشا ربنا يخليك والله. نشوفكوا على خير ان شاء الله. والف الف شكر يعني. شكرا جدا. شكرا جزيلا دكتور محمد, عاشت ايدك.